السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة تانية ثانوي لسنة 2024، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب إن شاء الله بإذن الله، والسنة دي تكون أحسن من السنة اللي فاتت، مليئة بالتوفيق والحظ يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى على حضراتكم. أنا عارف إن بداية السنة مش أحسن حاجة، مراجعات امتحانات بتستعد طبعا إنك تقفل الترم الأول، ولكن إن شاء الله كل القصة دي قدامها أسبوعين ثلاثة وتخلص وتاخد أجازتك بقى وترتاح وتسافر وتخرج وتعمل اللي أنت عايزه إن شاء الله بإذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض في حل المراجعه الاولى الاسئله اللي كانت اتوزعت على حضراتكم. حلينا منها طبعا جزء في السنتر اثناء المراجعه، ولكن عشان الوقت ما كانش يكفي فبالتالي نزلت لك بقيه الاسئله دي محلوله في الفيديو ده عشان تساعدك تراجع كل الافكار وكل الاسئله اللي انت محتاجها، عشان لو في اي حاجه واقفه معاك تقدر ان انت تجاوبها صح وتفهم الصح بتاعها ايه. اهم حاجه بس الملزمه دي تحلها بمجهودك وتفهم الاسئله كلها واحده واحده عشان سعادتك ان شاء الله اي سؤال من دول ممكن يكون موضع سؤال في امتحان الترم ان شاء الله باذن الله. لو ركزت في الملزمه دي هتخرج من الامتحان مبسوط جدا جدا جدا. الملزمه شامله افكار كتيره جدا من امتحانات المعاصر السنين اللي فاتت، امتحانات بنك المعرفه، ميكس كده من الاسئله الوزاريه اللي تساعدك ان انت تحل اي سؤال ان شاء الله يجي لك باذن الله. فعايزك تقعد كده مركز معايا وتمسك كده الملزمه سؤال سؤال. يلا بينا نبدا مع بعض فيديو حل مراجعه تشابتر 1. يلا بينا نبتدي مع بعض بأول سؤال. بسم الله، بيقول لحضرتك First scientist who defined the element. أول scientist في الدنيا عرف كلمة element وتكلم عن موضوع element هو كان العالم اللي اسمه بويل. بعدين تاني سؤال بيقول لك All matter are composed of four components: water, air, dust and fire with a different ratio. The idea belong to مين؟ العالم اللي كان صاحب هذه الفكرة اللي قال ان الماتيريالز بتاعة الكيمستري او الكومباوندز بتاعة الكيمستري بتكون من الاربع حاجات دول، هو كان العالم اللي اسمه ارسطو. بعدين رقم ثلاثة بيقول لحضرتك The strong evidence that proved that the cathode rays exist in all matter. ايه الحاجة اللي اثبتت ان الكاثود رايز موجودة في كل الماتيريالز او كل الماترز الكيميائية؟ طبعا ان عندها thermal effect اكيد لا، ان هي moves in straight line برضو اكيد لا، ان هي consist of fine particles من جزيئات صغيرة اكيد لا، ولكن الاجابة الصحيحة الوحيدة هي الاجابة دي that they have same properties and behavior whatever the gas or the cathode material used. يعني لو حضرتك غيرت الجاز جوه التيوب بتاعت الكاثود رايز او لو غيرت الماتيريال بتاعه الانود او الكاثود اللي هو المعادن اللي كانت بتوصل الكهرباء، ساعتها الكاثود رايز تفضل موجوده، ولذلك ده معناه ان الكاثود رايز موجوده في كل الماتيريالز. أربعة بيقول لحضرتك الكاثود رايز consist of a particle called، طبعا الكاثود رايز بتتكون من particles اسمها الالكترونز. خمسة the uncertainty principle was found by uncertainty principle، ده عمله عالم اللي اسمه هايزنبرج اللي قال it's impossible to measure the speed and the location at the same time جوه الاتوم. ستة S and P and D and F are symbols of، طبعا ال S وال P وال D وال F are symbols of sub-level energy sub-levels. سبعة the quantum number which defines the spin motion، ال quantum number اللي بيحدد دوران الالكترونز هو اسمه ال spin quantum number. فالإجابة الصح بالنسبة لك تبقى الإجابة دي. بعدين سؤال رقم 8 بيقول لحضرتك which configuration represent nitrogen according to Auf Paul. لما يقول لك according to Auf Paul ده معناه انه عايز الالكترونيك configuration بطريقه السب ليفلز. فبالتالي النيتروجين ده كان N7، فبالتالي تعرف تعمل له الكترونيك configuration بالسب ليفلز عالي جدا. طب اول واحده دي طبعا ما تنفعش لان دي بالانرجي ليفلز اللي هي 2 و5. اما تاني واحده بقى اعتقد هي دي هتبقى الاجابه الصحيحه نظرا دي التوزيع بتاعه السب ليفلز بتاعه النيتروجين. لو حضرتك فكرت توزع النيتروجين هيبقى 1s2 وبعدين هيبقى 2s2 وبعدين هيبقى 2p3 نظرا لان النيتروجين اتوميك نمبر 7، فبالتالي هيتوزع بالمنظر ده، فدي التوزيع الصحيحه طبقا لكلام اوف بول. انما بقى لو قال لك طبقا لكلام هاند رول كان لازم تختار سي. ليه بقى سي؟ سي دي اللي بيوضح لك توزيع اللي في البي، مين اللي في البي اكس ومين اللي في البي واي ومين اللي في البي زد. لان انت لو تفتكر كان عندنا الاوربيتال بتاع البي متقسم لثلاث مربعات، اول واحد كان اسمه البي اكس والتاني كان اسمه البي واي والتالت كان اسمه البي زد. فبالتالي بما ان البي فيها ثلاثة فهيتوزعوا واحد على البي اكس وواحد على البي واي وواحد على البي زد. ده لو قال لك طبقا لكلام هوند، يبقى التوزيع بتاع سي طبقا لكلام هوند. اما توزيع الاجابه دي طبعا دي غلط خالص. بعد كده في سؤال 9 بيقول لحضرتك heating gases or vapors to high temperature under reduced pressure they. الجازز دي لو انت سخنتها، لو جبت جاز وسخنته جامد جدا وعرضته لبريشر قليل جدا، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيمتص الطاقه، الالكترونز هتمتص الطاقه وبعدين الجاز ده يطلع لايت، فبالتالي حضرتك هتختار emit light. انما absorb energy دي ده بالنسبه للالكترون مش للجاز نفسه.
طيب نيجي بعد كده للسؤال رقم 10، بيقول لك when an electron absorb a quantum، لما الكترون بيمتص طاقة ايه اللي بيحصل؟ هل هو transfer to all higher energy level؟ لا، ما بيطلعش لكل ال energy level. transfer to a higher energy level corresponding to the absorbed quantum، طبعا هو بيطلع لل energy level طبقا لكمية الطاقة اللي هو واخدها corresponding to the absorbed energy، طبقا لكمية الطاقة اللي هو واخدها ينط ال level أعلى. طيب 11 بيقول لحضرتك الماجنتيك كوانتم نمبر ديفاين ايه؟ طبعا الماجنتيك كوانتم نمبر ده كان بيعرف لحضرتك عدد الاوربيتالز والاشكال بتاعتها، فبالتالي الاجابه الصح هتبقى الاجابه سي. 12 بيقول لحضرتك the number of orbitals in 3D sub level. هو يا جماعه معلش، ال 3D او ال 4D او اي دي sub level، دايما الدي sub level بيتقسم لخمس مربعات بالمنظر ده، فدايما هو عنده كام مربع كام اوربيتال؟ عنده خمس مربعات، وهي الاجابه ايه؟ 13 بيقول لك the number of orbitals in the principal energy level n، عدد الاوربيتالز اللي في اي energy level وليكن اللي اسمها n بيتحسب ازاي؟ طبعا عدد الاوربيتالز بيتحسب بقانون ال n سكوير، ده عدد الاوربيتالز اللي موجود في اي energy level. 15 14 بيقول لك ال maximum number of electrons، عدد بقى الالكترونز اللي موجود في energy level n برضه بيتحسب ازاي؟ عدد الالكترونز بقى بيبقى 2n سكوير، فيبقى كده عدد الاوربيتالز هو ال n سكوير، انما عدد الالكترونز هو ال 2n سكوير. سؤال رقم 15 بيقول لك the energy sub level may be arranged according to their increasing in energy in an ascending order as follows. بيقول لك هو السب ليفلز بتترتب طبقا للانرجي بتاعتها ascending، يعني من الصغير للكبير. بيقول لك انهي ترتيبه من دول تعتبر الترتيبه الصحيحه؟ قبل ما نحل السؤال لازم تبقى عارف ان الانرجي بتاعت اي سب ليفل بتتقاس عن طريق قانون n plus l، فبالتالي انت هتمسك كل سب ليفل تحسب له ال n plus l بتاعته، فبالتالي هتمسك اختيار اختيار تشوف مين الاختيار الصحيح. يعني مثلا في اول اختيار 3s ده اول واحد، طبعا ال 3 دي يعني ال n ب 3 وال s دي يعني ال l ب 0، يبقى 3 plus 0 equal 3. وبالنسبة لل 3p طبعا ال n ب 3 وال p ب 1، يبقى 3 plus 1 هتلاقي equal 4، واضح كده ان هما بيزيدوا فعلا. 4d ال n هنا ب 4 وال d طبعا طول عمرها ب 2، يبقى 4 plus 2 equal 6. اما بالنسبة لل 4s فال n ب 4 وال s ب 0، ف 4 plus 0 equal 4، فواضح كده ان مش دي الترتيبة الصحيحة، لان هو ده بيزيد وده بيزيد وده بيزيد، بس الاخير طبعا ما زادش زيهم. طيب هتفضل سعادتك تجرب في كل واحدة من دول لحد ما تلاقي ان الإجابة الصحيحة هي الإجابة دي. ليه بقى دي؟ تعالى نحسب مع بعض. بيقول لك أولا ال 3s طبعا هنا ال n ب 3 وال s ب 0، يبقى 3 plus 0 equal 3. ال 3p يعني ال n ب 3 وال p ب 1، يعني التوتال 4. وبعدين عندك ال 4s يعني ال n ب 4 وال s ب 0، يبقى كده التوتال برضه 4. وال 3D هتلاقي ان ال 3 ال n ب 3 وال d ب 2، يبقى 3 plus 2 equal 5. واحد يقول لي يا مستر بس الاثنين اللي في النص دول متساويين، هقول له هم متساويين في الانرجي بس ما بيتملوش الا بالترتيب ده. يعني انت لما تيجي توزع اس اس في اس في اس، بديهي بتملى ال 3P قبل ال 4S، نظرا لان ال 3P في الليفل الثالث وال 4S في الليفل الرابع. فعشان كده لو فكرت توزع اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب، وفكرت سعادتك ترتبهم هتلاقي ان الاول عندك ال 1s 2s 3s وبعدين 4s و5s و6s و7s وبعدين ال 2p وال 3p و4p و5p و6p و7p، وبعدين هتلاقي ال 3d وبعدين 4d و5d و6d وبعدين ال 4f وال 5f. فلو فكرنا نسأل على الترتيب، ال 3S بيتملي الأول أهو، وبعديه ال 3P أهو، وبعدين ال 4S أهو، وبعدين ال 3D أهو، فهتلاقيهم التلاتة ورا بعض كده بالترتيب in ascending order طبقا للترتيبة اللي عملها عم أوف باو. فعشان كده الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. نيجي بعد كده لسؤال 16، بيقول لحضرتك في سؤال 16 the orbitals of the same energy sub level are A. طبعا المربعات أو الأوربيتال بتاعت نفس السب ليفل are equal in energy، هم متساويين في الانرجي وليهم طبعا نفس الشيب، فمستحيل تختار لا ديفرنت ان انرجي ولا ديفرنت ان شيب، هم زي بعض في الانرجي. يعني مثلا لو انت عندك سب ليفل بي وعندك ثلاث مربعات بتوع البي، هتلاقي الثلاثه نفس الشكل ونفس الانرجي بالظبط.
طيب نيجي بعد كده لسؤال 17، بيقول لك in an hydrogen atom which of the following transition produce a photon، photon يعني light with the highest energy، بيقول لك انهي من تحركات الالكترونز دي تؤدي الى اضاءة بانرجي عالية جدا. طبعا احنا اتفقنا ان الانرجي بتبقى عالية والاضاءة بتبقى عالية لما حضرتك بالالكترون بينط المسافة كبيرة. فتعال نشوف الاختيارات. فاول اختيار بيقول لك نط من ان ب 3 لان ب 1. طبعا انت لو عندك الانرجي ليفلز بالمنظر ده سي مثلا اهم كده السبعة كلهم، فبيقول لك نط من ان ب 3 لان ب 1، يعني نط من هنا لهنا نط المسافة دي كلها. وبعدين بيقول لك من ان ب 5 لان ب 3، فمن ان ب 5 لان ب 3 نط المسافة دي، اكيد المسافة دي اصغر. ومن ان ب 12 لان ب 10، مفيش حاجة اسمها ان 12 وان 10. ومن ان 22 لان 20، مفيش حاجة اسمها اصلا ان 22 وان 20. فلازم نستبعد الاول الاجابتين دول، وبعدين الاجابة الصح يا A يا B. فطبعا واضح قوي ان المسافة بتاعت A اكبر بكتير من المسافة بتاعت B، فعشان كده A هتبقى الاختيار الصحيح وهو اللي يعتبر نط الانرجي اكتر، فبالتالي طلع لايت اعلى. سؤال 18 بيقول لحضرتك which of the following represent an electronic configuration of an excited atom. شباب اتفقنا ان اي اتوم في الدنيا بتبقى حالتها الطبيعية والالكترونز قاعدة في اماكنها الطبيعية لحد ما تديها انرجي. لما بتديها انرجي ساعتها الالكترون بينط الليفل اعلى فيبقى اسمها الاكسايتد اتوم. فاحنا عايزين اتوم من دول اخر الكترون فيها مش قاعد في مكانه الطبيعي وناطط لليفل اعلى عشان نسميه اكسايتد اتوم. طيب اول واحد ده متوزع 1s2 2s2 2p1، واضح كده ان الالكترونز ماشيه ورا بعضها عادي جدا، الاس فيها 2 وبعدين الاس فيها 2 وبعدين البي فيها 1 والالكترونز خلصت على كده فتمام. تعالى على اللي بعده 1s2 2s2 2p2، واضح برضو ان الترتيب ماشي عادي فده برضو مش اكسايت. تعالى بقى على ده بيقول لك 1s2 2s2 2p2 وبعدين 3s1، اهو ده بقى كلام مش منطقي. ليه؟ اهي دي اللي تعتبر اكسايت. ليه بقى؟ اقول لحضرتك لان انت عندك ال 1s فيها 2 عادي وال 2s فيها 2 عادي، ال 2p اصلا بتملي ب 6، فعشان املى ال 3s اللي بعدها لازم تكون ال 2p دي اصلا خلصت خلاص تمام. وبالتالي طالما ال 2p فيها 2 وبعدين نط الكترون قعد في الاس، يعني معناه ان الالكترون ده اصلا ما كانش بتاع الاس، الالكترون ده اصلا بتاع البي، ولكن هو نط قعد في الاس الاعلى نظرا هو خد شويه انرجي، لان الاتوم دي لو كانت هتبقى طبيعيه كانت هتتكتب كده 1s2 2s2 2p3، ولكن للاسف هي ما اتكتبتش كده لان هي خدت انرجي. فاول لما خدت انرجي ام الكترون من بتوع البي نط قعد في ال 3s1 والبي بقى فيها 2 ساعتها، فبالتالي دي تعتبر excited atom. 19 بيقول لك which atom in its ground state could have an electron with the quantum numbers n equal 3 و l equal 2 و m l ب 0 و m s ب positive half. اولا انت لازم تشوف الارقام دي موجوده فين اصلا، فتعال نشوف الكوانتم نمبرز دي موجوده مكانها فين او الالكترون بتاعها مكانه فين بالظبط. لو ال n ب 3 يعني هو في energy level التالت، ال l ب 2 يعني هو في sub level d، يعني هو هتلاقيه في ال 3 d. ال m l ب 0، طيب ال d فيها 5 مربعات بيترقموا من نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2، فمع ان الالكترون قاعد في ام ال ب 0 يعني هو قاعد هنا، الام اس بوزيتيف هاف يعني هو بيبص لفوق كده. يبقى احنا عايزين اتوم من اللي عندنا يكون فيها الكترون قاعد في ال 3 دي وقاعد في المربع ده وبيبص لفوق كده، فهنمسك اتوم اتوم نوزعها ونشوف مين فيها اللي عندها الكترون اصلا في ال 3 دي. فاولا لو جيت توزع السوديوم هي ان اي 11، لو وزعتها هتبقى 1s2 و2s2 و2p6 وبعدين 3s1، واضح ان هي اصلا ما عندهاش الكترون في 3d فدي ما تنفعش. وهتلاقي البي نفس الكلام اللي هي الام جي، وهتلاقي الفوسفورس نفس الكلام. الوحيده الصحيحه هي الاجابه دي. ليه الاجابه دي؟ اقول لحضرتك نظرا لان الفناديوم في 23 لو جيت توزعه هتلاقيه 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 وبعدين 3d3، يعني هتلاقي عنده الكترونز في ال 3d وكمان عنده فيها 3 الكترونز. يعني لو جيت فتحت الدي واتفرجت عليها هتلاقي ادي الكترون 2 3، يبقى فعلا في الكترون في المكان اللي احنا عايزينه وبندور عليه من البدايه اللي هو موجود هنا، فبالتالي هتلاقي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 20 بيقول لحضرتك which of the following is not deflected by the effect of a charged plates. مين في دول مش هيتأثر، مش هيحصل له deflection، مش هينحرف ويبعد؟
by the effect of charged plates يعني plates charged يعني شرائح charged يعني مشحونة ب positive charge و negative charge. فبالتالي انت عشان حاجة تعدي ما بين positive charge two charged plates كده واحد positive واحد negative عشان تعدي حاجة من النص من غير ما يحصل لها deflection فبالتالي لازم تكون الحاجة دي neutral تماما عشان لو هي negative أو positive يا تتشد لفوق يا تتشد لتحت فلازم تبقى neutral. مين بقى في الأربع حاجات دول يعتبر neutral؟ تعال نشوف. الهيدروجين اتوم هو على فكرة أي اتوم بتبقى neutral مش شرط الهيدروجين فبالتالي الهيدروجين اتوم أو أي اتوم تانية برضو تبقى الإجابة صح. طيب الكاثود ريز طبعا اتشارجد بنيجاتيف وطبعا الالفا بارتيكل دي بوزيتيف والبروتونز برضو بوزيتيف فلا دي تنفع ولا دي تنفع ولا دي تنفع فهنختار الهيدروجين اتوم اللي هي النيوترال. سؤال 21 بيقول لحضرتك في 21 which of the following considered a correct application for one of the postulate of Dalton theory مين في دول تعتبر تطبيق صحيح لكلام دالتون. اولا the atom of a sample of iron are not necessarily similar لا طبعا هو قال ان كل الاتومز بتاعت الايرن هتبقى زي بعض فبالتالي مش لازم فبالتالي الكلام اللي هو مكتوب ده يعتبر غلط are not necessarily similar لا طبعا هما similar. الهيدروجين substance is formed of a very many particles called ions اي هيدروجين اتوم او اي هيدروجين substance او اي ماتيريال في الكيمستري بتتكون من ions لا طبعا هي بتتكون من اتومز. water is formed from hydrogen oxygen element in a constant weight ratio اهو ده بقى الكلام الصحيح ان هو قال ان الاتومز ممكن تتحد مع بعضها تعمل لك كومباوند زي الووتر مثلا اللي اتعمل من هيدروجين واتعمل من اكسجين with a constant weight ratio يعني الريشيو ما بينهم ثابته طول عمر الووتر H2O عمرك ما هتلاقي الووتر غير بالمنظر ده. اخر اجابه طبعا ما تنفعش بيقول لك كربون وهيدروجين element combine with different weight ratio هو ما قالش ان الكومباوند بيتحد مع بعضها او الانس تتحد مع بعضها in a different weight ratio وقال الريشيو بتاعتهم تبقى ثابته. بعدين نيجي لسؤال 22 on the absence of external magnetic field في غياب ال external magnetic field أو ال electric field around the tube of the cathode rays the rays are إيه؟ يقول لك لو أنت عندك cathode rays وما فيش حواليها magnetic field أو electric field إيه اللي هيحصل؟ طبعا ال cathode rays هتمشي في طريقها عادي جدا ومش هيحصل لها أي انحرافات فبالتالي are not formed لأ move in a straight line هي دي الإجابة الصحيحة فبالتالي سعادتك تختار إن هم هتمشي in a straight line. في 23 بيقول لحضرتك إن an atom there is an attraction force between فأي atom في الدنيا في attraction ما بين مين ومين طبعا في attraction ما بين البوستيف بروتون والنيجاتيف إلكترون فبالتالي إجابة إيه هي الإجابة الصحيحة. سؤال 24 بيقول لحضرتك when an electron transfer from a higher energy level to lower energy level يعني الإلكترون كده أنت عندك شوية energy levels الإلكترون نط من ليفل عالي لليفل قليل إيه اللي هيحصل ساعتها؟ absorption spectrum لا emission spectrum اه طبعا هيطلع اضاءة وهيطلع spectrum مليون في المية. نيجي بعد كده لسؤال 25 25 بيقول لحضرتك which of the following represents the possible quantum number of lost electron of nickel Ni28 خلي بالك السؤال ده وارد يجي لك واحد زيه يجيب لك اتوم يقول لك قول لي اخر الكترون الكوانتم نمبرز بتاعتها بكام فبالتالي حضرتك هتمسك النيكل توزعه طبعا Ni28 ممكن نختصر على طول بالارجون 18 وبعدين 4s2 و3d8 فيبقى كده اخر الكترون عندك دخل في ال3d هنمسك بقى ال3d دي ونبتدي نحللها ونشوف اخر الكترون الكوانتم نمبر بتاعته بكام. انت عندك 8 الكترونز هتوزعهم 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى الراجل ده هو اخر الكترون. نحسب له بقى الكوانتم نمبرز هو دخل في ال3d صح يعني الn بتاعته ب 3 والL بتاعته طالما دخل في الدي هتبقى باتنين ويبقى ساعتها الML هو دخل في الدور الزيرو وبالنسبة للMS فهو بيبص لتحت فيبقى بنيجاتيف هاف فعشان كده يبقى دي مجموعة الكوانتم نمبرز الصحيحة ان الN بثلاثة والL باتنين والML بزيرو والMS بنيجاتيف هاف فعشان كده هنضطر نختار الإجابة الصحيحة هي الإجابة B. مش شرط يجي لك نفس السؤال بس يجي لك حاجة شبهه إن شاء الله. 26 بيقول حضرتك the maximum number of electrons in F sub level اقصى عدد الالكترون يتحط في ال F sub level في ال principal energy level N equal 4 يساوي كام؟ اي F sub level اقصى عدد الالكترونز يشيلها هيبقى 14 لان اي F فيها 7 orbitals بتشيل 14 الكترون. سؤال 27 بيقول حضرتك which of the following choice shows a charge عايز يعرف الشحنه واللوكيشن of electron in the atom. اولا هو الالكترون كده كده نيجاتيفلي تشارجد والالكترون بيلف حوالين النيوكليوس فتعال نشوف الاختيارات
بيقول لك التشارج نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، طبعا لازم تستبعد البوزيتيف دول، هم مش اي اساس من الصحه. الاجابه الصح هي اي بي. طيب هي نيجاتيف اه نيجاتيف. طيب اللوكيشن بقى بريزنت انسايد ذا نيوكليوس، هل هي جوه النيوكليوس؟ لا طبعا هي مش جوه النيوكليوس، وبناء عليه لازم تختار الاجابه ايه في سؤال 27، لان هي بتكون حوالين النيوكليوس مش جوه النيوكليوس. نيجي بعد كده لسؤال 28، بيقول لحضرتك during the experiment of Rutherford observed that Rutherford لاحظ ايه اثناء الاكسبيرمنت بتاعته؟ هل النيوكليوس was responsible for scattering الالفا بارتيكل، هي اللي كانت مسؤوله عن افتراق وتوزع الالفا بارتيكل؟ طبعا صح. most part of atom would be hollow، معظم شكل الاتوم او معظم الاتوم فراغ هولو فاضيه. اه طبعا صح. the total positive charge and most of the atom is allocated at the center of the atom، طبعا هي معظم الوزن بتاع الاتوم متراكم في السنتر بتاعها، فبالتالي all the previous إجابة صحيحة. 29 بيقول لك according to the modern atomic theory إيه اللي حصل؟ تعال نشوف. الإلكترون cannot be found in the same place two successive times، لا هم بتوع المودرن ما قالوش أصلا الكلام ده. the electron need to absorb energy photon continuously to move to higher energy level، برضه بتوع المودرن ما قالوش ده، دابور هو اللي قال الكلام ده. the charge of electron 1.602 times 10 power negative 19، أول مرة نشوف الرقم ده وبتوع المودرن ما قالهوش. it's impossible to determine the position and the velocity of the electron practically at the same time، آه بقى بتوع المودرن قالوا كده، وبالذات هايزنبرج هو اللي قال مستحيل تقيس سرعة ومكان الإلكترون في نفس الوقت. سؤال 30 بيقول لحضرتك which of the following sets of quantum numbers is not possible، بيقول لحضرتك مين من الحاجات الآتية تعتبر not possible، مش منطقية مش صحيحة ما تعتبرش صح. طيب أولا بيقول لك هل ال n ب 2 وال l ب 0 ال m l تنفع تبقى positive 1؟ بص هو لو ال n ب 2 يعني كده عندك 2 energy level، يعني كده الإلكترون قاعد في energy level التاني ال n ب 2. ال l ب 0 هو طبعا دي عندها 2 سب ليفل الاس والبي، وطبعا الاس بتبقى بزيرو فبالتالي منطقي. طيب هي لو الالكترون بقى موجود في الاس ينفع الام ال تبقى بوزيتيف 1؟ لا هي الام ال هنا طول عمرها بزيرو، فطبعا التركيبه دي مستحيله تبقى تركيبه صحيحه. وخلي بالك عشان السؤال ده بيجي كتير جدا جدا، مش بقول هو ده بس الفكره بتاعته بتيجي كتير. نيجي بعد كده لسؤال 31، which of the following represents the electronic configuration of manganese 3 ion، وخلي بالك منجنيز 3 ايون يعني منجنيز بوزيتيف 3 ايون، نظرا لان المنجنيز ده من الميتالز اللي دايما بتعمل لوز. طيب فبيقول لك ان المنجنيز ده يعتبر البوزيتيف 3 ايون بتاعته، شكلها عامل ازاي؟ الاول تعالى نوزعه. هو انت المنجنيز ام ان 25 صح؟ فحضرتك لو هتوزعه هيبقى 1s2 2s2 2p6 وبعدين 3s2 و3p6 وبعدين عندك 4s2 وبعدين 3d5. طيب هو عايز يفقد 3 الكترونات عشان يبقى الراجل ده بوزيتيف 3 ويفقد 3 الكترونات. هيفقد ازاي؟ مبدئيا احنا بنفقد من ابعد انرجي ليفل، انرجي ليفل يعني الراجل ده عنده متوزع الكترونات على انرجي ليفل الاول والانرجي ليفل الثاني والانرجي ليفل الثالث والانرجي ليفل الرابع، صح كده؟ نتيجة ان انت السب ليفلز بتاعتك هي 1s وبعدين عندك 2s وال2p وال3s وال3p وال3d وال4s، صح كده؟ يعني انت بتوزع على 4 انرجي ليفلز، فانت بديهي لما تيجي تفقد من اخر انرجي ليفل الاول، فبالتالي انا هفقد الاول من ال4s، افقد منه 2 فيبقى الاس ده فيه 0 تمام، بس انا عايز افقد لسه واحد كمان اخش على الانرجي ليفل اللي بعده، يبقى هفقد من ال3d وال3d افقد منها واحد، يبقى ساعتها ال3d بدل ما فيها 5 يبقى فيها 4، يبقى الشكل المنطقي للام ان بوزيتيف 3 ان هيبقى 4s 0 و3d فيها 4. طبعا 4s لو ب 0 ممكن ما نكتبهاش، انما 3d 4 اكيد كده كده هتتكتب. فنشوف بقى انهي توزيعه هي التوزيعه الصحيحه في سؤال 31، 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 وبعدين 3d 4، وكده كده ال 4s مش مكتوبه لان 4s فيها 0، فبالتالي هتبقى هي دي الاجابه الصحيحه. يبقى احنا لما بنيجي نفقد بنفقد من ابعد انرجي ليفل وبعدين اللي بعده واللي بعده واللي بعده، تمام. نيجي بعد كده للسؤال 32، بيقول لك ذا برينسيبال كوانتم نمبر ان تيل اس ايه، البرينسيبال كوانتم نمبر ان بيوضح لنا ايه؟ بيوضح لنا الديستنس اوف الكترون فروم ذا نيوكليوس، اه بيوضح بعد الالكترون، الالكترون ده موجود فين؟ الانرجي اوف الكترون ان اوربت، اه ما هو على حسب بعد الالكترون، على حسب ما حضرتك بتعرف الالكترون ده موجود فين والانرجي بتاعته قد ايه. الماكسيمم نمبر اوف الكترونز ذات ان
ان اوربت كان هاف. طبعا العدد بتاع الالكترونز الماكسيمم بنعرفه عن طريق قانون 2n سكوير، فلازم تبقى عارف كده كده الn بكام، فبالتالي all the previous are correct. وبعدين نيجي للسؤال مع بعض 33، يقولوا حضرتك when the last electron in sodium atom is excited to energy level n equal 5. يعني انت عندك الصوديوم، هو طبعا الصوديوم Na11، فادي 2 و8 و1 خلاص كده. بيقول لك ان لو اخر الكترون اللي هنا ده نط الانرجي ليفل ايكوال 5، اللي هو يعني نط في الليفل ده خلاص كده، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ريمينينج ذا انرجي ليفل ان ايكوال 5 دي مستحيل، مستحيل يفضل قاعد فوق، لان هو كده كده بيرجع تاني. ريتيرن تو انرجي ليفل ان ايكوال 3 ان 1 جامب، هيرجع للليفل اللي رقم 3 ان 1 جامب، طبعا طالما هو طلع ان 1 جامب زي ما هو قال، هو ما قالش غير كده، وبالتالي يبقى هيرجع برضه ان 1 جامب، فبالتالي يبقى هو اكسايتد مره واحده للليفل رقم 5، يبقى هيرجع مره واحده برضه للليفل رقم 3، وبالتالي تبقى الاجابه بيه الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 34، بيقول لحضرتك which of the following sets of quantum numbers is not possible. اه نفس السؤال او شبه نفس السؤال اللي انا قلت لحضرتك قبل كده، ان هيجي لك واحد زيه. مين من الاختيارات الاتيه مش منطقيه؟ تعال نشوف مع بعض واحده واحده مين من الاختيارات الاربعه اللي عندنا مش منطقيين. بيقول لك لو ال n بتساوي 3، يعني هو في الانرجي ليفل الايه؟ التالت، وال l بتساوي 1 يعني في ال p. لا استناني كده، هو لو ال n بتساوي 3 يعني هو في الانرجي ليفل التالت، وال l بتساوي 1 يعني هو في السب ليفل p، وال m l بنيجاتيف 1 يعني ال m l بتاع الالكترون، يعني الالكترون موجود هنا، حلو قوي. هل ال m s تبقى بزيرو؟ اصلا مفيش حاجه اسمها m s بزيرو، هي ال m s يا اما بوزيتيف هاف يا بنيجاتيف هاف، فدي مستحيله. فالإجابة إيه؟ هي الإجابة الصحيحة. نيجي بعد كده لسؤال 35، بيقول حضرتك the correct electronic configuration for magnesium ion positive 2 in its excited state. لا بالراحة عليا بقى. الأول أنت عندك الـ Mg ده atomic number 12، يعني لو حضرتك جيت توزعه هتلاقيه 1s2 2s2 وبعدين 2p2 2p6 وبعدين الـ 3s فيها 2 خلاص كده؟ فالراجل اصلا بوزيتيف 2 يعني فاقد 2 الكترونز. طب ما بالراحه عليا، هيفقد منين؟ من ابعد انرجي ليفل. انت عندك انرجي ليفل الاولانيه والثانيه والثالثه، فانت لو عندك 3 انرجي ليفل الراجل هيفقد من اخر واحده الاول، فبالتالي هنفقد 2 الكترونز من بتوع الاس دول، فبالتالي الاس دي هيبقى فيها زيرو، يعني كده ممكن تبقى الاس دي تعتبرها اصلا مش موجوده، صح كده؟ يبقى كده الاس دي ممكن تبقى مش موجوده، يبقى ده شكل الام جي بوزيتيف 2. بس خلي بالك ده ام جي بوزيتيف 2 عادي، انما هو بقى عايزه اكسايتد، اكسايتد يعني خد انرجي. طب ما هو لما ياخد انرجي بديهي ان اخر الكترون مش هيقعد في مكانه، يعني الالكترونز بتاعت البي دي فيها واحد هينط من مكانه ويقعد في ليفل اعلى. تعال نشوف بقى، هل 1s2 2s2 2p5 و3s2؟ لا طبعا، هو كده في اتنين نطوا راحوا الليفل اعلى، او في واحد مازال موجود هو كده فقط من البي، وده كلام مش منطقي، فالاجابه ايه؟ ما تنفعش. 1s2 2s2 2p6 وبعدين 3s1، طبعا مستحيل يبقى الرقم ده موجود، لان هو كده كده عنده يا دوبك 10 الكترونز بس. طب 1s2 2s2 2p6 الاجابه دي صح لو قال الاتوم العاديه في الجراوند ستيت مش اكسايتد، انما بقى هنا قال لك 1s2 2s2 وبعدين 2p5 وبعدين 3s1، 3s1 يعني في الكترون من البي نط قعد من الاس، فبالتالي بدل ما البي فيها 6 في الكترون نط، فبقى عندك 3s فيها 1، فهي دي هتبقى الاكسايتد ستيت بتاعه المغنيزيوم بوزيتيف 2. نيجي بعد كده لسؤال 36، يقول لحضرتك هاو ميني unpaired electron does a ground state chromium positive 2 ion have. طيب الاول بس تعال نوزع الكروميوم. الكروميوم حضرتك لو هتوزعها هي اتوميك نمبر 24، وخلي بالك الكروميوم دي كانت سبيشال كيس في التوزيع بتاعتها، لو وزعتها تبقى 2 1s2 وبعدين 2s2 وبعدين 2p6 وبعدين عندك 3s2 و3p6 وبعدين عندك ال 4s بيكون فيها 1 وال 3 دي بيبقى فيها 5. بس خلي بالك ان هي بوزيتيف 2، بوزيتيف 2 يعني فقدت الكترونين. طيب فقدت الكترونين هتفقدهم منين؟ هتفقد الاول من ال 4s اللي هو يعتبر ابعد انرجي ليفل بالنسبه لنا، فيبقى ال 4s فيها 0، وبعدين تفقد من ال 3 دي هتفقد 1، فيبقى عندها ال 3 دي فيها 4، صح كده؟ فدي الكروميوم بوزيتيف 2، وبيقول لك ان جراوند ستيت يعني في مكانها الطبيعي مش اكسايتد ستيت ولا حاجه. طيب يبقى كده عند حضرتك بيقول لك الامبيرد الكترونز، الالكترونز اللي واقفه سنجل، كلمه امبيرد معناها سنجل الكترونز. طيب واضح كده ان ده مليان على اخره بيرد، وده مليان على اخره، وده مليان على اخره، وده على اخره، وده على اخره، وده اصلا فاضي فما فيهوش حاجه.
لا بقى اللي هيبقى فيها امبيرد هو ال 3 دي ده. فال 3 دي انت لو جيت فتحته وبصيت عليه هتلاقي عندك 4 الكترونز في الاخر كده، ادي 1 2 3 4، يبقى انت عندك هاو ماني امبيرد الكترونز؟ عندك 4 الكترونز امبيرد بالمنظر ده. فعشان كده في سؤال 36 هتختار الاجابه سي. نيجي بعد كده للسؤال 37، بيقول لحضرتك an ion that has 18 electron، ion ion يعني سواء عامله لوز او جين، هي عندها 18 الكترون and positive 2 charge، يعني واضح مثلا ان الاتوم بتاعتك دي اسمها اكس مثلا، وبعد ما بقت positive 2 بقى عندها 18 الكترون، يعني هي اصلا اتوميك نمبر 20 لان هي بعد ما فقدت 2 بقى عندها 18، فهي اتوميك نمبر 20، فاكيد عندها positive 20 بروتونز وعندها ال 18 الكترونز بتاعتها اللي هي 288 نيجاتيف 18 الكترون، صح كده؟ طيب بيقول لك بقى its nucleus contain 18 بروتون، مستحيل، has a symbol argon positive 2، طبعا الارجون اصلا هو اتوميك نمبر 18، فلو بقى positive 2 هيبقى عنده 16 الكترون بس مش 18، فدي برضو ما تنفعش، has neutron 18، طبعا عدد النيوترون طبعا مش عليكم ان انت تحسبه، has the same electronic configuration of argon، هو بقى المنظر ده نفس منظر الارجون، ليه؟ لان الارجون اصلا لو هو 18 هيتوزع 288، فبالتالي هيبقى نفس التوزيع بتاعة هذه الايون، فبالتالي الاجابه هتبقى الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 38 بيقول لحضرتك في 38 the movement of two fishes in the opposite direction، في سمكتين بيلفوا عكس بعض، can be used as administrative representation for any quantum number، طبعا اللي بيلفوا عكس بعض ده السبين كوانتم نمبر، لان احنا اتفقنا ان اي اتنين الكترونز هتلاقي واحد فوق واحد تحت، فبالتالي بيلفوا عكس بعض، فده نفس شكل السمكتين اللي بيلفوا عكس بعض، فده توضيح للسبين كوانتم نمبر. 39، 39 بيقول لحضرتك wave mechanical theory of an atom اللي هي المودرن ثيوري، يعني دي عبارة عن ايه؟ طيب based on Schrodinger wave equation only، لا، represent the today accepted model of the atom only، برضو لا، طب defined all the allowed energy level for the electron only، طبعا هم كلهم يعتبروا صح. هو بالتالي ايه اللي حصل؟ الويف ميكانيكال ثيوري اللي هي المودرن اتوميك ثيوري مبنيه على كلام شرودنجر، طب بتقدم لك الاتوم اللي مقبوله لحد النهارده، عرفت الاول انرجي ليفلز اللي موجوده، برضو فبالتالي تقدر تقول ان الويف ميكانيكال ثيوري عرفت كل الحاجات الاتيه ومبنيه على كل الحاجات الاتيه. بعدين نيجي للسؤال 40، يقول لك which of the following choice represents the quantum number of one of the electron of the partially occupied orbital in the atom of vanadium، بيقول لحضرتك الفانيديوم V23 انهي مجموعه من الكوانتم نمبرز دي تمثل الكترون موجود في partially occupied orbital، يعني orbital مش مليانه على اخره، partially filled orbital. طب تعال نشوف مبدئيا كده الفانيديوم هي V23، فلو جيت توزعها هتبقى 1s2 و2s2 و2p6 وبعدين عندك 3s2 و3p6 وبعدين 4s2 و3d3، فواضح كده ان ده مليان على اخره وده مليان على اخره وده مليان على اخره وده كمان وده كمان وده كمان، يعني هو عايز الكترون موجود هنا في ال 3d3، فبالتالي انت لو جيت توزع ال 3d3، ال 3 دي اصلا عنده خمس مربعات بالمنظر ده، هتوزع له 3 الكترونات، ادي الكترون 2 3، يعني مبدئيا كده الالكترون موجود في ال 3 دي 3 ده البارشلي اوكيوبايد اوربيتال اللي هو كان بيتكلم عليه. طيب اولا ال n ينفع تبقى ب 3، هي اصلا n ب 3 لان هم 3 دي، ال n ب 3، ال n ب 4، اهي دي ما تنفعش واهي دي ما تنفعش، ممكن يا واحد يا اتنين هي اللي تبقى الصح. طيب بيقول لك بالنسبه ل n خلاص عرفناه، بالنسبه لل l بقى ال L تبقى بواحد ولا تبقى باتنين؟ لا طبعا لازم ال L تبقى باتنين لان هو في السب ليفل دي، فلازم ال L تبقى باتنين، فبالتالي لازم نختار الاجابه B هي الاجابه الصحيحه، وطبعا ال M L بزيرو، وطبعا بيقول لحضرتك ان ال M S بوستيف هاف يعني بيبص لفوق، فطبعا الاجابه B هي اجابه منطقيه وصحيحه جدا مليون في الميه. نيجي بعد كده لسؤال 41، بيقول لك الماكسيمم فاليو اوف M L فور ان الكترون ان ذا فورس انرجي ليفل بيساوي كام؟ طبعا هو لو في الفورس انرجي ليفل، فطبعا انت عند حضرتك هنا 4 سب ليفل اس وبي ودي واف، اللي عنده اكبر عدد من الام ال او اكبر عدد من المربعات هو الاف، واقصى رقم بيوصل له هو من نيجاتيف 3 لبوزيتيف 3، فاقصى رقم ممكن يوصل له هو بوزيتيف 3، فعشان كده هنختار بوزيتيف 3 هي الاجابه الصحيحه. وده سؤال 41،
بعد كده نيجي لسؤال 42 بيقول لحضرتك the electronic configuration of اللي هي مكتوبة قدام حضرتك 1s2 2s2 2p5 و3s1. خلي بالك بقى، واضح كده ان في حاجة مش مظبوطة. ال 1s2 عادي وال 2s2 عادي، ال 2p فيها 5 وبعدين في الكترون نط راح قعد في الاس. يعني واضح كده ان الالكترون الاخير بتاع الاس ده مش منطقي، لان لازم البي تبقى مليانه على اخرها عشان الاس تتملي. فطالما في الكترون في الاس والبي مش مليانه على اخرها يبقى دي اكسايتد اتوم فعلا. فبيقول لك بقى it is the ground state of fullerene. لا طبعا هي مش ground state، هي لازم تكون excited state. فمبدئيا لا اجابه ايه تنفع ولا اجابه دي تنفع، هي الاجابه يا اما بي يا اما الاجابه سي، واحده في الاثنين هي الصح. طيب تعال نشوف excited state of fullerene. تعال نشوف اصلا الفلورين، الفلورين atomic number 9 لو وزعته يبقى 1s2 و2s2 و2p5. فلو هو excited ففي الكترون هينط من البي يقعد في الاس مثلا، فيبقى 3s1 وساعتها ال 2p هتبقى 4. فطبعا مش ده المنظر اللي قدامك. امال بقى excited atom of neon هي دي هتبقى الاجابه الصح، بس ليه؟ تعال نشوف مع بعض. اصل النيون هو اصلا نيون 10 والاتوميك نمبر 10 يعني 1s2 و2s2 و2p6 دي العاديه. انما لو حبيتها اكسايتد ساعتها في الكترون هينط من عند الاي بي يقعد عند الاس، فساعتها هيبقى مثلا بدل ما ال 2p هي اللي فيها 6 هتبقى ال 2p فيها 5، والكترون باي نط يقعد مثلا في ال 3s يبقى فيها 1. يبقى ده ساعتها الاكسايتد ستيت بتاعت النيون فعلا. يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى الاجابه سي مليون في الميه. نيجي بعد كده للسؤال 43. في 43 بيقول لحضرتك بور موديل كود اكسبلين سكسسفلي ذا سبيكتروم اوف. طبعا هو بور ما فسرش غير الوان الهيدروجين فقط، فبالتالي سعادتك لازم تختار الاجابه دي. نيجي لسؤال 44 بيقول لحضرتك ذا برنسبل ويتش اكسكلود ذا بوسيبيليتي اوف ذا بريزنس اوف ا ثيرد الكترون ان اوربيتال. مين اللي استبعد ان يبقى فيه الكترون ثالث في الاوربيتال؟ طبعا الكلام ده قاله عم باولي. ليه؟ لان باولي قال ان هو هتلاقي اتنين الكترونز بس بيلفوا حوالين بعض جوه الاوربيتال، واحد لفوق وواحد لتحت عشان ما يعملوش ريبولجن، وبالتالي كل واحد فيهم ليه رقم مختلف. طب انا لو حطيت الكترون تالت سواء بقى بيبص لفوق او سواء كان بيبص لتحت هيبقى ليه نفس الرقم، فاللي استبعد ان يكون ليهم نفس الارقام هو عم باولي. فبالتالي باولي هو اللي قال ان مستحيل تلاقي الكترون تالت جوه الاوربيتال. ففي سؤال 44 الاجابه سي. نيجي بعد كده لسؤال 45 يقول لحضرتك which of the following represent the electronic configuration of iron cation. طبعا cation دي يعني positive ion، وطبعا واضح بقى ان الايرن مكتوبه Fe و HO2، يعني واضح ان ال2 دي بتاعه الايرن، يعني كده الايرن اللي عندك positive 2 خلاص كده. فالايرن دي positive 2 بيقول لك انهي من دول يوضح الالكترونيك كونفيجريشن بتاعتها. طبعا الايرن 26 لو وزعتها هتبقى ارجون 18 وبعدين 4s2 وادي 3d6. فطبعا هو لما هيفقد هيفقد من 4s الاول لان هو اللي ابعد، فبالتالي هيفقد من 4s فتبقى 4s دي فيها 0 وال3 دي تفضل 6 زي ما هي. فبالتالي هنختار انهي اجابه، فاعتقد الاجابه الوحيده الصحيحه هي تبقى الاجابه سي، هي الاجابه المنطقيه اللي فيها 4s 0 و3d 6. سؤال 46 بيقول لحضرتك in which of the following electronic configuration there are two unpaired electrons. في 2 unpaired electron يعني في 2 single electrons موجودين. واضح ان دي مليانه على اخرها ودي مليانه على اخرها، واضح كده ان دي مليانه على اخرها ودي مليانه على اخرها، بس البي هنا فيها ثلاث الكترونات يعني 1 2 3. لا هو مش عايز 3 امبير، ده عايز 2 بس امبير. طيب هنا عندك ال 1s2 2s2 2p4. تعال نشوف كده 2p4 ادي الكترون 2 3 وادي الرابع. هنا عندك 2 سنجل الكترون، يبقى هي دي هتبقى الاجابه الصحيحه. فالاجابه في 46 هتبقى الاجابه سي. سؤال 47 في سؤال 47 بيقول لحضرتك ذا ايزوتوبس. انا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلت لكم كلمه ايزوتوبس معناها انك تلاقي اتوم ليها كذا وزن في الطبيعه، يعني الاتوم الواحده بتاعت الايرن يبقى ليها كذا وزن، او الاتوم بتاعت الصوديوم يبقى ليها كذا وزن. فبالتالي بيقول لك ذا ايزوتوب اوف ذا سيم اليمنت ار سيميلر ان ذا اتوميك نمبر اند ديفرنت ان ماس نمبر، مختلفين في الوزن. This fact differ with the postulate of the atomic theory of mean of Dalton. طبعا لان دالتون قال ان الاتومز بتاعت نفس الاليمنت ار ايدنتيكال تماما في كل حاجه، وما جابش سيره الايزوتوبس. ولكن هي في الحقيقه الاتوم طبعا ليها حاجه اسمها الايزوتوب، وبالتالي ممكن تلاقي الاتوم ليها كذا وزن في الطبيعه. فبالتالي الكلام ده بتاع الايزوتوب متنافي مع كلام دالتون. نيجي بعد كده لسؤال 48
في سؤال 48 بيقولوا حياتك which of the following cases represent the transfer of an excited electron to its ground energy level. يعني في الكترون كان اكسايتد وهيرجع لليفل الطبيعي بتاعه، يعني عايزين الكترون كان في ليفل عالي وهيرجع لليفل قليل. طيب هنا عندك 1s2 2s2، بص دايما على الاخر الكترون، عندك 2p5 اتحولت بقى 3s1، لا يعني كده البي نط، يبقى ده كده نط ليفل اعلى مش رجع لليفل الاصلي. طب هنا 1s2 2s2 2p6 4s1، ال4s1 بقى 3s1، يعني واضح ان هو كان في الليفل الرابع ورجع للليفل الثالث. يبقى اعتقد هي دي الاجابه الصحيحه في سؤال 48، لانه نط من ليفل عالي رجع للليفل الطبيعي بتاعه، فهو بيقول لك نط كان اكسايتد ورجع للجراوند ليفل بتاعه. في سؤال 49 بيقول لحضرتك according to Bohr atomic model، طبقا لكلام بور، as we go far from the nucleus، كل ما بنبعد عن النيوكليوس ايه اللي بيحصل؟ طبعا احنا اتفقنا ان كل ما بنبعد عن النيوكليوس هتلاقي ان الجابس بتقل انما الانرجيز بتزيد، فبالتالي لازم تختار ان الجابس بتديكريز انما الانرجي هتلاقيها بتزيد. نيجي بعد كده لسؤال 50، بيقولوا حياتك في سؤال 50 which of the following choice represent an impossible combination of quantum number، مستحيل مجموعه الكوانتم نمبرز دي تكون موجوده مع بعضها. تعال نشوف بالراحه واحده واحده. بيقول لك اولا في سؤال 50 لو ال n كانت ب3 ينفع ال l تبقى ب2؟ اه عادي، ما هي لو ال n ب3 يعني في تالت انرجي ليفل، ال L ب2 يعني في السب ليفل دي، ال M L تبقى بوزيتيف 2، اه ما هو الدي عنده بوزيتيف 2، وال M S تبقى بنيجاتيف هاف، اه ممكن تبقى بنيجاتيف هاف لو الالكترون بيبص لتحت، فدي منطقيه جدا. الثانيه برضو هتلاقيها منطقيه والثالثه هتلاقيها منطقيه. تعالى بقى لاخر واحد، بيقول لك لو ال N ب5 يعني انت في الانرجي ليفل الايه؟ الخامس، ال L ممكن تبقى ب2، اه ما انت عندك هنا سب ليفل دي عادي. طيب لو ال M لو ال L ب2 ينفع ال M L تبقى بوزيتيف 3؟ اهي دي بقى اللي مستحيله. ليه؟ لان الام ال اصلا بتاعت الدي اخرها بوزيتيف 2، مستحيل تبقى بوزيتيف 3، فبالتالي دي الوحيده اللي مش هتبقى منطقيه، عشان مستحيل لو ال ال ب2 تبقى الام ال بوزيتيف 3. وبعدين نيجي لسؤال 51، بيقول لحضرتك في 51 the description of the arrangement of the electrons in an atom is called، طبعا ترتيب الالكترونز بيسموها electronic configuration. بعد كده في سؤال 52 بيقولوا حياتك which of the following quantum numbers combination belong to an electron is located in one of 4p orbitals. ثانية واحدة، موجودة في ال 4p، طبعا ال 4p عنده ثلاث مربعات بالمنظر ده، وطبعا ده بنيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1، والالكترونز ممكن تكون موجودة هنا. طيب كلهم فيهم ال n ب4، وده منطقي ان ال n تبقى ب4، ال L ب1 صح وال L ب1 صح، ال L ب2 ما تنفعش وال L ب4 ما تنفعش، يبقى الاجابه C و D ما ينفعوش. ليه؟ لان اصلا ال P ال L بتاعتها دايما ب1، فمش منطقي تبقى ال L ب4. طيب بيقول حضرتك بقى ال M L ب0 ولا ال M L بوزيتيف 3؟ طبعا مستحيل ال M L تبقى بوزيتيف 3، ده هي اخرها بوزيتيف 1، فال M L ب0 اعتقد ده كلام منطقي جدا، فدي تبقى الاجابه الصحيحه. فيبقى اجابه ايه؟ هي الاجابه المنطقيه، انما بقيه الاجابات كلها اجابات ما تنفعش. تمام. طيب في سؤال 53 بيقول لحضرتك all the following values of subsidiary quantum number، subsidiary quantum number ده اللي هو اللي اسمه in the third energy level are possible except، في الانرجي ليفل الثالث كل الحاجات دي ممكنه ما عدا. طبعا هو في الانرجي ليفل الثالث احنا عندنا اس وبي ودي، ده بزيرو وده ب1 وده ب2، فالزيرو منطقي وال1 منطقي وال2 منطقي، انما ال L ب3 دي اللي مش منطقيه خالص، فبالتالي في سؤال 53 تبقى الاجابه A. سؤال 54 بيقول لحضرتك the photon اللي هو اللايت يعني which is emitted from an electron of hydrogen when it transfer from ال 4D to 2S. استنى، ده راجع من الليفل الرابع للليفل الثاني، واحنا اتفقنا لما بيرجع للليفل الثاني دايما بيبقى الالوان بتاعته فيزبل وبتبقى مرئيه تماما، فبالتالي نختار فيزبل ريز هي الاجابه الصحيحه. 55 بيقول لحضرتك the concept of atom as the smallest unit of matter is agreed by، مين اللي اتفقوا وقالوا ان الاتوم هي اصغر حاجه موجوده؟ اللي اتفقوا هو كان ديموكريتس، ديموكريتس قال ان في اتوم، انما ارسطو اعترض على فكره الاتوم. بويل وارسطو، طبعا ارسطو ما تنفعش. ديموكريتس ودالتون، اه ديموكريتس قال ان في اتوم هي اصغر حاجه، ودالتون قال برضو ان الاتوم هي اصغر حاجه، فبالتالي اجابه سي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 56، في 56 بيقول لحضرتك the line spectrum differs from an element to another، هي الالوان اللي بتطلع من الاتوم مختلفه من الاتوم للتانيه، اشمعنى؟
نتيجة اختلاف عدد النيوترون، النيوترون ملهاش علاقة، نتيجة اختلاف الماس نمبر، الوزن ملوش علاقة، the difference in the electronic configuration in each atom، طبعا اختلاف الالكترونيك كونفيجريشن واختلاف عدد الالكترون واختلاف اماكن الالكترونز يؤدي الى اختلاف السبكترال لاينز اللي بتطلع اكيد مليون في المية. فبالتالي الاجابة سي هي الاجابة الصحيحة. طيب سؤال 57 بيقول لحضرتك بور اتوميك موديل didn't agree with مين؟ بور الموديل بتاعه ما اتفقش مع مين؟ والله بور قال انه يقدر يحدد السبيد واللوكيشن، انما طبعا ده شبه مستحيل مع كلام هايزنبرج، يبقى كلام بور اكيد مش هيتفق مع كلام هايزنبرج، لان انت مستحيل تحدد السبيد واللوكيشن بتاعه الالكترون في نفس الوقت. نيجي بعد كده للسؤال 58 بيقول لحضرتك which quantum number represents the orbital being filled in the ground state for element from scandium to zinc. من اول السكانديوم لحد الزنك، انت لو جيت توزع السكانديوم هتلاقيها ارجون 18 وبعدين 4s2 و3d1، لو جيت توزع مثلا اللي بعديها مثلا التيتانيوم 22 فهيتوزع ارجون 18 4s2 و3d2. يبقى واضح كده احنا عمالين نغذي مين؟ عمالين نغذي ال 3d بالالكترون. تفضل توزع توزع لحد الزنك، والزنك 30 على فكره هيبقى ارجون 18 4s2 ولحد 3d فيها 10، يعني برضه بتوزع في 3d. يعني انت وانت بتوزع الالكترونز دي من اول السكانديوم لحد الزنك هتملى فيها 3d، وطبعا ال 3d دي الكوانتم نمبرز بتاعتها هي عباره عن ال n ب 3 وال d ب 2، فعشان كده سعادتك هتختار الاجابه b هي الاجابه الصحيحه في سؤال 58. في سؤال 59 بيقول لحضرتك the Rutherford experiment involved that. Rutherford التجربة بتاعته بتمثل ايه او بتفهم منها ايه؟ passing of most alpha particle through the gold foil، معظم الالفا بارتيكل عدت الجولد فويل صح، scattering of few alpha particles، في جزء من الالفا بارتيكل حصل له scattering وتفرق صح، طيب deflection of some alpha particle back in the direction from which they had come، فعلا في الفا بارتيكلز رجعت تاني، فبالتالي all the previous are correct. ولو تفتكروا شكل الجهاز بتاع راذرفورد اللي كان عامل كده، وكان في جهاز هنا وكان الجولد فويل كده وكان الالفا بارتيكل في منهم بيمشي وكان في منهم بينحرف كده ومنهم بينحرف كده ومنهم كان بيرجع كده ومنهم كان بيرجع كده، طبعا بسبب وجود النيوكليس، فبالتالي كل الكلام ده كلام صحيح. نيجي بقى لسؤال 60. في سؤال 60 بيقول لحضرتك which of the following what is the number اسف of sub levels، عدد السب ليفل وعدد الاوربيتال اللي في الانرجي ليفل ام. خلي بالك بقى انت الانرجي ليفلز عندك هي كي ال ام، فبيقول لك في الانرجي ليفل ام عندك كام سب ليفل وكام اوربيتال. طب انا الاول عندي الاس والبي والدي، يعني عندي ثلاثه سب ليفلز، يبقى هستبعد الاجابه ايه واستبعد الاجابه بي. الاجابه الصح ممكن يا سي يا دي، نظرا اثنين بيقولوا ثلاثه سب ليفلز. طيب السب ليفل اس ده عنده مربع واحد، البي عنده ثلاث مربعات، انما الدي ده كان عنده خمس مربعات، فتوتال عدد الاوربيتالز او توتال عدد المربعات فيهم كلهم ادي 1 و3 يعني 4 و5 يعني كده التوتال 9، فبالتالي نختار الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده للسؤال 61 بيقول لك الاكتوال باث اوف ذا لاست الكترون ان سوديوم اتوم كان نوت بي براكتيكالي ديترمايند، ما نقدرش ان احنا نحدده. The previous statement is an application of، طبعا الـ uncertainty principle بتاع هايزنبرج ان انا ما اقدرش احدد اخر الكترون مكانه فين بالظبط. طيب نيجي بعد كده لسؤال 62 بيقول لك the electronic configuration of molybdenum MO42. خلي بالك بقى عشان المولوبيديوم ده فيه تركية كده عايز اقول لك عليها. احنا كنا اتفقنا ان كان فيه special case في الالكترونيك configuration بتاعت الكروميوم، لو تفتكروا atomic number 24 وده كان argon 18 4s1 و3d5 صح كده، والراجل ده كان موجود في جروب 6B، وكنا اتفقنا ان في سبيشال كيس تانية في الكوبر اللي هو CU29 وده كان عبارة عن ارجون 18 4S1 و3D10، بس الراجل ده كان موجود في جروب 1B، واحنا اتفقنا ان الجروب بتاع 6B كله وجروب 1B كله عندهم نفس السبيشال كيس. فلو حضرتك فتحت البريودك تيبل هتلاقي ان المولوبيديوم ده في نفس الجروب بتاع الكروميوم بالظبط، وتعالى اوريك البريودك تيبل مع بعض. ادي البريودك تيبل عند حضرتك، بص هتلاقي ان الكروميوم اهو في جروب 6B وتحتيه على طول المولوبيديوم، يعني عنده نفس السبيشال كيس، ونفس الكلام قلت لك في جروب 1B اهو
هتلاقي ان الكوبر في جروب 1 بي وتحتيه السيلفر والجولد، كل الحاجات دي عندها برضو نفس ايه السبيشال كيس. يبقى كل الجروب بتاع 6 بي عندهم نفس السبيشال كيس، وكل الجروب بتاع الكوبر عنده نفس السبيشال كيس. نرجع بقى، المولوبيديوم ده في نفس الكروميوم بالظبط، فبالتالي لو جيت توزع المولوبيديوم سعادتك هو اتوميك نمبر 42، فحضرتك هتختصره اكيد بالكريبتون كي ار 36، وبيجي بعد كده ال 5S، ويجي بعد كده ال 4D، فيبقى ساعتها ال 5S هيبقى فيها 1 وال 4D هيبقى فيها 5. نفس السبيشال كيس بالظبط، ان في الكترون بينط من هنا يقعد هنا في حاله الاتومز بتاعت 6B، او في حاله برضو الاتومز بتاعت 1B. فهنختار الاجابه الصحيحه الوحيده في سؤال 62 هي الاجابه C، هيختصر بالكريبتون وبعدين يبقى 5S1 و 4D5. نيجي بعد كده للسؤال 63، بيقول لحضرتك in hydrogen atom when an excited electron transfer from the fourth energy level to the second energy level، هينط من الفورث للسكند، it produce a visible light spectral line with wavelengths 468 nanometer، its color is A. تعالى كده نشوف الالوان مع بعض، واقول لحضرتك الالوان اللي بتطلع والارقام بتاعتها بكام بالظبط، واحده واحده كده وركز معايا. في المنهج عند حضراتكم في اربع ارقام، الويف لينث 656 والويف لينث 486 والويف لينث 434 والويف لينث 410. بالنسبه ل 656 دي بتاعت اللون الريد، واضح وصريح جدا بيبقى لونه ريد. اما بتاعت ال 486 فبيعتبروها جرين مايل ناحيه البلو، فبيعتبروه جرين، او في ناس بتسميه البلوش جرين اللي هو الجرين يعني. اما ال 434 ده بيعتبروه بلو، او بيسموه فايولت بلو، يعني بلو مايل ناحيه الفايولت شويه فبيعتبروه بلو. اما ال 410 ده بيعتبر فايولت صريح جدا جدا جدا، فعشان كده لو سألك على ال 486 فهتبقى الإجابة بتاعتها هي الجرين كولر مليون في المية، وعلى فكرة هي هتبقى جرين مايلة لبلو فبيسموها البلوش جرين حتى، ولكن في الأول وفي الآخر هي تعتبر جرين مليون في المية، فعشان كده هنختار الإجابة مع بعض هي الإجابة B. نيجي بعد كده للسؤال رقم 64. في سؤال 64 بيقول لحضرتك في 64 the best noble gas used to shorten the electronic configuration of element its atomic number 90، لو عايز تختصر اتوم الاتوميك نمبر بتاعتها 90، ايه احسن نوبل جاز تختصرها بيه؟ طبعا نختصرها باقرب رقم في النوبل جازز ليها، اكيد مش الارجون 18 ولا الكريبتون 36 ولا الزانون 54، اعتقد الرادون 86 هيبقى اقرب واحد ليها في الاختصارات. سؤال 65 بيقول لحضرتك the scientist Joseph Proust found in 1806 that a given chemical compound always contain its component in a fixed ratio، يعني في ratio ثابتة ما بين الأتومز اللي جوه الكومباوند by the mass. He called that belief that the law of definite proportion. What is the atomic theory which explains the law of definite proportion simply؟ مين اللي قال نفس الكلام؟ مين الثيوري اللي في المنهج عند حضرتك اللي قالت برضو ان الكومباوندز موجوده in a fixed ratio، او الاتومز بترتبط مع بعضها in a fixed ratio؟ طبعا كان نفس الكلام بتاع دالتون. نيجي بعد كده لسؤال 66. في 66 بيقول لحضرتك why the absorption spectrum of hydrogen contain a spectral line، ليه لما بنمتص الاسبكتروم بتاعة الهيدروجين بيطلع spectral lines او فيها spectral lines؟ تعال نشوف مع بعض الاجابة الصحيحة. because there are certain energy level in which the electron is allowed to be present، ولكن ولا it contain one electron ولا it contain one proton ولا the spectrum is recorded at low temperature. لا طبعا اصح اجابة هي الاجابة الاولى، انه في energy levels من حق الالكترون يكون موجود في اي واحد فيهم، فبالتالي نتيجة التحركات بيطلع spectral lines. نيجي بعد كده للسؤال 67، بيقول لحضرتك what happened to the spaces between the energy level on moving from n equal 1 ل n ب7، لما بنمشي من ال n ب1 لل n ب7 ايه اللي بيحصل بقى واحنا طالعين من تحت لفوق كده في ال energy levels؟ طبعا الجابس كانت بتقل ولكن الانرجيز كانت بتزيد، فبالتالي بيقول لحضرتك ايه اللي بيحصل للمسافات ال spaces between ال energy levels وبعضها، فطبعا الجابس كانت بتقل مع increasing ال n. في سؤال 68، في 68 بيقول لحضرتك the two electrons which have the same L و ML، ليهم نفس ال L ونفس ال ML، should be located in the same A. ثانية واحدة، هم عندهم نفس ال L يعني هم في نفس السب ليفل،
طب لو عندهم كمان نفس الام ال، يعني هم في نفس الاوربيتال اللي جوه السب ليفل، فبالتالي يعتبروا هم في نفس الاوربيتال، ما اقدرش تقول ان هم في نفس السب ليفل بس، لا هم في نفس الاوربيتال ادق اكيد. وبعدين نيجي لسؤال 69. في سؤال 69 بيقول لحضرتك What are the assumed quantum number المقترحة of the electron which is added، الالكترون اللي هيتحط to the gallium atom، والجاليوم دي atomic number 31 when this electron is in a stable state. طيب الاول بس احنا نمسك الجاليوم نوزعها ونشوف الالكترون الجديد اللي هيتحط عليها ده هيخش فين. اولا الجاليوم دي هتبقى 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 وبعدين 4s2 و3d10، وبعدين يجي بعد كده عند حضرتك ال 4p يتحط فيها 1. استنى بقى عليا واحده واحده، دي التوزيع بتاعت الجاليوم الطبيعيه صح؟ هو بيقول لك بقى ان في الكترون جديد هيخش، في الكترون هيتزود، في الكترون هيخش، وطبعا هيخش في اخر سب ليفل. فعايزين الالكترون اللي يخش الجديد ده بقى، عايزين نعرف الكوانتم نمبر بتاعته كام. طب الاول تعالى نحسب ال 4p بشكلها الطبيعي، هي فيها الكترون واحد اللي هو ده صح، في الكترون جديد اللي هو الالكترون ده، ده الالكترون اللي هيخش جديد اهو، فعايزين نحسب له بقى الاربع ارقام. وطبعا ال n بتاعته ب 4 وال l بتاعته ب 1 لان هو في ال p sub level، ال m l بتاعته هتلاقيها ب 0 لان هو في النص هنا، وال m s بتاعته هتلاقيها ب positive half لان هو طبعا بيبص لفوق، فعشان كده هنختار 4 و l ب 1 وال m l ب 0 وال m s ب positive half، اللي هي تبقى الاجابه ايه؟ هي الاجابه الصحيحه. وبعدين نيجي لسؤال 70. في سؤال 70 بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك in which of the following element the orbital 5d are occupied with electrons. حضرتك هتمسك كل واحد من دول وتوزعه بالالكترونز، فعايزين نشوف مين فيهم اللي عنده الكترونز في ال 5d. فحضرتك هتوزع كل دول لحد ما تشوف مين فيهم الالكترونز اللي عنده في ال 5d. فطبعا هتلاقي الوحيد اللي عنده الكترونز في ال 5d هو الاجابه دي اللي هو ال IR77. حضرتك هتوزعه بقى بالاس اس بس بس دبس دبس فربس فدب لحد ما توصل ان ال IR77 هو اللي هيبقى فيه فعلا الكترونز في ال دي سب ليفل. نيجي بعد كده لسؤال 71. في سؤال 71 بيقول لحضرتك Which of the following is among the conclusion of Rutherford experiment؟ مين من الحاجات الآتية تعتبر استنتاج من استنتاجات تجربة راذرفورد؟ الإلكترون revolve around the nucleus in a definite orbitals؟ لا مش راذرفورد اللي قال كده، ده بور. The mass and the positive charge of the atom are concentrated in its center. طبعا وزن الأتوم متراكم في الوسط بتاعها اللي هو النيوكليوس، ده فعلا اكتشفه راذرفورد. نيجي بعد كده ل 72. بيقول لحضرتك which of the following violate يعني يعترض مع باولز برينسيبل، مين في دول يعترض مع كلام باولي؟ باولي قال ان مستحيل تلاقي اثنين الكترونز ليهم نفس الاربعه كوانتم نمبرز، يعني مستحيل تلاقيهم ليهم نفس المكان ونفس الدوران ونفس كل حاجه، فبالتالي اللي يعترض مع كلام باولي هي الاجابه بي. ليه بقى؟ لان انت هنا عندك اثنين الكترونز موجودين في نفس الانرجي ليفل وفي نفس السب ليفل وفي نفس الاوربيتال وبيلفوا مع بعض، فتلاقي الاثنين ليهم نفس الاربع ارقام، وده يعترض مع كلام باولي اكيد، فعشان كده نختار الاجابه بي. وبعدين في سؤال 73، في 73 بيقول لحضرتك when a beam of alpha particle collide with a very thin gold foil، يعني في الفا بارتيكلز ماشيه عدت على جولد فويل بالمنظر ده اهو، ايه اللي هيحصل؟ as represented in the figure in the final direction of the most of these particles، معظم الالفا بارتيكل هتتجه فين؟ طبعا اكبر نسبه من الالفا بارتيكل هتكمل في طريقها، في بقى حاجات هتنحرف ماشي، في حاجات هترجع ماشي، انما معظم الالفا بارتيكل هتكمل في طريقها نظرا لان الاتوم تعتبر هالو او تعتبر فيها فراغ كبير من جوه، فعشان كده معظم الالفا بارتيكل هتتجه ناحيه ايه اللي هي الاجابه ايه في 73. بعد كده في سؤال 74 بيقول لحضرتك In the experiment which illustrate in the opposite figure, what is a postulate which cannot be deduced from this experiment? ايه الحاجة اللي ما اقدرش استنتجها من الاكسبيرمنت دي؟ وطبعا دي اكسبيرمنت راذرفورد، لو الناس مش فاكرة دي التجربة بتاعت عم راذرفورد. ايه الحاجة اللي ما اقدرش استنتجها من تجربة راذرفورد؟ طيب تعال نشوف الاختيارات عند حضرتك. اولا the atom is not solid، لا طبعا احنا عرفنا عن طريق راذرفورد ان الاتوم is not solid، طيب فدي حاجة عادية جدا. الاتوم contain a positively charged part، لا عرفنا برضو ان فيها positive charged part.
the possibility of the presence of electron in the electron cloud. هي دي بقى اللي ما عرفناهاش من راذرفورد، دي عرفناها من علماء المودرن موضوع الالكترون كلاود ده، فبالتالي هي دي الحاجه الوحيده اللي ما لناش عرفناها من تجربه راذرفورد. سؤال 75 طلبه كتير بقى كانت بتسال عليه، تعال نشوف السؤال ده مع بعض بيقول ايه. في سؤال 75 بيقول لحضرتك ابيم يعني شعاع من الصوديوم بوزيتيف والبوتاسيوم بوزيتيف والارجون بارتيكل باسز بتوين تو تشارجد بليتس، عدوا ما بين تو تشارجد بليتس. What is the correct figure which represents the effect of a charged plates on this particle؟ ايه التأثير اللي هيحصل بتاع charged plates على particles اللي ماشي؟ طيب اولا لازم تاخد بالك من حاجة، ان الارجون نيوترال تمام، انما السوديوم بوزيتيف والبوتاسيوم بوزيتيف، فكده كده النيوترال هتلاقيها ماشية في النص كده ما بيحصلهاش اي حاجة اهي بالمنظر ده، فالاربع اختيارات زي بعض. الحاجات البوزيتيف بديهي تتشد ناحية الحاجة النيجاتيف، فالبديهي ان دي ما تبقاش صح ودي ما تبقاش صح، فالصح يا سي يا دي. ليه؟ لان ده بوزيتيف وبوزيتيف مشدود ناحيه النيجاتيف، وده بوزيتيف وبوزيتيف مشدود ناحيه النيجاتيف. طيب مين فيهم بقى الاصح؟ خلي بالك الاثنين بوزيتيف، فالاثنين هيتشدوا عند النيجاتيف، انا ما عنديش مشكله، ولكن في واحده مش هتقرب قوي للنيجاتيف وفي واحده هتقرب قوي للنيجاتيف، بناء على ايه؟ بناء على عدد الالكترونز. ما انت ما تنساش ان الكي عندها 19 الكترون والان ايه عندها 11 الكترون، فبالتالي عدد الالكترونز الكتيره النيجاتيف اللي عندها بالمنظر ده يخليها تعمل ريبولجن شويه مع النيجاتيف تشارجد بليت اللي موجود، فبالتالي الاثنين هيتشدوا ناحيه النيجاتيف ولكن البوتاسيوم مش هيتشد قوي. ليه؟ نظرا لان البوتاسيوم عنده نيجاتيف كتير فبالتالي هيفضل بعيد كده شويه، انما الصوديوم هو اللي ممكن يتشد شويه نظرا لان النيجاتيف اللي عنده مش كتير قوي، فبالتالي هتلاقي ان الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. طبعا ما تنساش ان البوتاسيوم ده كان بوزيتيف وانه الصوديوم كمان كان بوزيتيف، وده معناه انه فاقد اكيد الكترون وفاقد اكيد الكترون، وده معناه ان عدد الالكترونز اللي عندهم برضه ستيل هنا 18 وهنا 10، فاكيد الالكترونز هنا بنيجاتيف 18 وهنا الالكترونز بنيجاتيف 10، فالبديهي ان برضه الاثنين لما هيتشدوا ناحيه النيجاتيف مش هيتشدوا زي بعض، لان النيجاتيف هنا هتعمل ريبولجن جامده، انما الريبولجن هتبقى ضعيفه، فالاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 76. في 76 بيقول لحضرتك The opposite figure illustrates some travel of electrons of a hydrogen atom between the different energy levels. Which of these lines represent a spectral line of a hydrogen atom? مين في دول يمثل spectral line من الهيدروجين اتوم؟ طبعا spectral lines بتاعت الهيدروجين اتوم اللي الراجل شافها وكانت visible لما كان راجع للليفل التاني، فلما كان راجع للليفل التاني يعني ده معناه ان السي هي اصح اجابه، لان الهيدروجين اتوم ما شفنالهاش spectral line visible غير لما كانت راجعه للليفل التاني، فبالتالي لازم نختار الإجابة C هي الإجابة الصحيحة بناء على الفيزابل لايت اللي انت بتشوفه في الهيدروجين سبيكترمز. طيب نيجي بعد كده لسؤال 77. في 77 بيقول لحضرتك One of the following diagram shows the correct distribution of electron of the last energy level of oxygen. طيب خلي بالك هي الأكسجين O8 لو وزعتها هتبقى 2 وبعدين 6، فتعالى كده نوزعها عن طريق الـ sub-levels، هيبقى 1s2 2s2 و2p4 صح كده؟ طب هو عايز آخر energy level، يعني هو عايز الـ energy level التانية دي، هو عايز الـ last energy level، يعني عايز اللي في الـ 2s والـ 2p. فلو فكرنا نرسمهم الـ 2s بيبقى منظرها كده، هي يدوبك مربع عنده 2 electrons فقط، إنما الـ 2p أعلى منه شوية في الـ energy وعنده 3 مربعات، توزع في أربع إلكترونات، 1 2 3 وادي الرابع، فبالتالي هتلاقي إن الشكل الصحيح في سؤال 77 هو الشكل إيه؟ ده الشكل الصحيح، إن أنت عندك الإس أهو وادي البي أهو بنفس الشكل اللي إحنا رسمناه بالظبط بتاع اللاست إلكترون. نيجي بعد كده لسؤال 78، بيقول لك when an electron jump from the first energy level to the second energy level، لأ ثانية واحدة، أنت عندك إلكترون نط من الفيرست للسكند، خد إنرجي سماها إكس. ماشي while if an electron نط من الفورس للفيفث، لا استناني من الفورس للفيفث، خلي بالك ان الجابس بتقل، فهو لو هينط من الفورس للفيفث يعني الجاب هتبقى قصيره جدا بالمنظر ده، خد انرجي اسمها واي، في حين ان هو في البدايه خد انرجي اسمها ايه اكس. بيقول لك ما علاقه اكس بواي؟ اكيد اكيد باين قوي ان الجاب بتاعت اكس اكبر من الجاب بتاعت واي، فاكيد اكس هتبقى اكبر من واي، فسعادتك تختار الاجابه ايه، ان اكس از لارجر ذان واي. في 79 الراجل غير بقى شويه وقال لك ايه؟
قال لك ان في الكترون هينط من الليفل الاول للليفل الثاني، حلو قوي، وخد انرجي اسمها اكس. يعني هو لما نط من الاول للثاني خد كل الانرجي دي اللي اسمها ايه؟ اسمها اكس. ولكن لما نط من الاول للثالث هينط بقى من الاول للثالث اهو، ادي من الاول للثالث، نرسمها بلون تاني عشان الناس تاخد بالها منها، للثالث هياخد انرجي كبيره كده اسمها واي، فبالتالي مع علاقه اكس بواي فاكيد ان واي هتبقى المره دي اكبر من اكس، فبالتالي نختار الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 80. في سؤال 80 بيقول لحضرتك The region of space around the nucleus that has a great possibility of finding electron. طبعا دي بيسموها الالكترون كلاود. نيجي بعد كده لسؤال 81 بيقول لك بور اتوميك موديل از ديستينجويش، اتفرق from Rutherford model in that the electron orbits the nucleus in Bohr atomic model in. بيقول لك بور اختلف عن راذرفورد في شوية حاجات، وبالتالي الاختلاف المنطقي اللي بور اختلفه عن راذرفورد ان بور قال ايه؟ بور قال ان الالكترون بتنط في ديفينيت اللاود انرجي ليفل، او موجوده في ديفينيت اللاود انرجي ليفل اللي هي الانرجي ليفلز يعني، فبالتالي الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 82 بيقول لحضرتك if the electron gain an energy ب 10.2 EV it transfer from K to L to transfer the electron from M to L ايه اللي لازم يحصل؟ خلي بالك انت عندك ادي ال K وادي ال L وادي ال M مثلا، خلاص؟ بيقول لك هو عشان ينط من ال K لل L، ادي ال K وادي ال L وادي ال M، عشان ينط من ال K لل L خد energy ب 10.2، وده كلام منطقي على فكره، ياخد انرجي زي ما ياخدها وينط من الليفل ده للليفل ده. بيقول لك طب عشان ينط بقى من الام للال، واضح كده هو عايز يرجع من الام للايه للال، وهو طالع بيجين وهو راجع بيلوز، فهو راجع من الام للال لازم يلوز، يبقى هنستبعد الاجابه بي ونستبعد الاجابه دي اللي هم فيهم جين. طب هيلوز 1.89 ولا 10.2؟ لا طبعا هيلوز 1.89. واحد يقول لي اشمعنى يا مستر؟ هقول له لان اكيد يا ابني الجاب دي مش قد الجاب دي، هو عشان يتحرك في الجاب دي كان محتاج 10.2، يبقى عشان يتحرك في الجاب دي اكيد محتاج اقل شويه. اقل بكام بقى؟ اقل باي رقم، 1.89 و2.6 3.7 اي رقم، بس اقل طبعا من 10.2، فبالتالي الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه الصحيحه. وبعدين نيجي لسؤال 83 بيقول حضرتك ذا مودرن اتوميك ثيوري موديفايد ذا انديكوسي ان بور اتوميك موديل، هم بتوع المودرن عدلوا على كلام بور في ايه؟ يعني بتوع المودرن عدلوا على بور في ايه؟ قالوا ان الالكترون هاف ويف بروبرتي اونلي، لا الالكترون از نيجاتيف بارتيكل اونلي. اه طبعا هو بور كان قايل ان الالكترون نيجاتيف بارتيكل بس، ولكن هم قالوا ان هو بارتيكل وعنده ويف بروبرتيز، فبالتالي ده التعديل اللي هم عدلوه في كلام بور، فبالتالي ده الخطأ بتاع بور. نيجي بعد كده ل 84 بيقول لحضرتك each of hydrogen and helium atom contain one energy level، الاثنين عندهم energy level ايه؟ واحد. In the light of the previous statement which of the following is correct، مين من الحاجات الاتيه تعتبر صح؟ هو طبعا الهيدروجين هو اتوميك نمبر 1 فعنده energy level واحد فعلا، والهيليوم هو اتوميك نمبر 2 فعنده برضه energy level واحد بس معادي فيه 2 الكترون. بيقول لك ايه المختلف ما بين الاثنين؟ تعال نشوف مع بعض ايه المختلف في الاثنين. they differ in the atomic spectrum atomic emission spectrum، طبعا مختلفين في الالوان اللي هيطلعوها، ليه؟ لان ده عنده الكترون واحد وده عنده الكترونين، فبديه ده يطلع الوان وده يطلع الوان ثانيه، اختلاف الانرجي واختلاف عدد الالكترونز. بعد كده في سؤال 85 بيقول لحضرتك في 85 by applying the wave equation on the last electron of sodium، لو هتطبق الويف ايكويشن على اخر الكترون في الصوديوم ايه اللي ممكن يحصل؟ It's possible to determine its position accurately. لا بصراحة الـ wave equation ما بتحددش المكان بالظبط، هي بتجيب لك الـ possibility العالية لوجود الـ electron. It moves nearer and farther from the nucleus in the energy level M. هي دي بقى الإجابة المنطقية. ليه؟ لأن أنت عندك الصوديوم أدي B11 يعني هيبقى 2 و8 و1، وعلى فكرة دي الـ energy level K ودي الـ L ودي الـ M. فآخر إلكترون في الصوديوم هو قاعد في الـ M، بس قاعد فين بالظبط إحنا مش عارفين. ممكن يكون مثلا في الانرجي سب ليفل كذا او كذا او كذا او في الاوربيتال كذا وكذا وكذا، فعشان كده بقول لك هو موف نير اند فارذر فروم ذا نيوكليس ان ذا انرجي ليفل ام، يعني من الاخر هو حوالين انرجي ليفل ام، بس قاعد فين بالظبط في الالكترون كلاود بتاعت ام ما يعرفش، فبالتالي دي الاجابه الصحيحه. بعدين نيجي لسؤال 86. في 86 بيقول لحضرتك to get visible spectrum، عشان تجيب visible spectrum يعني spectrum مرئي
for a hydrogen atom of electron excited at the third energy level. عشان الالكترون يطلع طالع للليفل، اسف، الثالث. الالكترون اكسايتد في الليفل الايه؟ الثالث. يعني ادي الانرجي ليفلز اهي والالكترون قاعد هنا، صح؟ وطبعا هو كان قاعد هنا في البدايه لان الهيدروجين هي عندها الكترون واحد فقط، بيبقى في الليفل الاول، فنط من الاول للثالث، صح؟ بيقول لك عشان نجيب لايت فيزيبل هنعمل ايه؟ لازم يرجع للليفل الثاني، يبقى هياخد نفس الكوانتم ولا هيفقد، اسف، نفس الكوانتم ولا يفقد كوانتم اقل شويه؟ لا، لازم يفقد كوانتم اقل شويه عشان يرجع للليفل الثاني وما يرجعش للليفل الاول. فعشان كده هنختار في 86 الاجابه. يقول لك the electron lose energy less than the energy gained. هو طالع خد دي، يبقى وهو راجع هيسيب انرجي قليله شويه عشان يرجع للليفل الثاني يبقى لونه فيزبل، فبالتالي دي تبقى الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 87. في 87 بيقول لك an element of atomic number 26 its electrons are distributed in كام orbital. تعال نشوف. هو element اسمه x مثلا متوزع وعنده 26 الكترون، تعال نوزعه، هيبقى 1s2 2s2 2p6 3s2 وبعدين 3p6 وبعدين 4s2 وبعدين 3d6. تعال نشوف بقى متوزع على كام اوربيتال. طبعا الاس هنا عندها اوربيتال واحد، مربع واحد، والاس هنا اوربيتال واحد، البي هنا ثلاث مربعات، الاس هنا مربع واحد، البي هنا ثلاث مربعات، الاس هنا مربع واحد، الدي طبعا متوزع فيها على خمس مربعات. فعشان كده لو جيت تجمع واحد واحد وثلاثة دول خمسة، واحد واحد ثلاثة دول خمسة، وخمسة كمان، يعني التوتال هيبقى 15 اوربيتال متوزع فيهم الالكترون. فعشان كده سعادتك تختار في 87 الاجابة دي. نيجي بعد كده ل 88. بيقول لك the possible ML value for electron found in the second energy level. ال ML اللي في السكند انرجي ليفل هتبقى بكام؟ تعال نشوف. هو السكند انرجي ليفل يعني انرجي ليفل التاني، هو ما عندوش غير S و P، وطبعا دي بتاخد values 0 ودي بتاخد values من negative 1 0 positive 1. فال possible value الوحيد اللي موجود positive 3 لا، positive 2 لا، negative 3 لا، اكيد هي positive 1 الاجابه المنطقيه الوحيده. 89 بيقول لك the number of half filled orbitals with electron in sulfur S16 بتساوي كام؟ عايزين نشوف عدد الهاف فيلد اللي نصهم مليان في السلفر S16، لازم اوزعه الاول. ادي السلفر S16 هنوزعه، هيبقى 1S2 2S2 2P6 وبعدين 3S2 وبعدين 3P4. واضح كده ان الاس ده مليان على اخره، والاس ده على اخره، والاس والبي ده على اخره، والاس ده على اخره، مش فارق لي كل دول، انا عايز الهاف فيلد. البي هنا بقى ده مش مليان على اخره، تعالى نتفرج عليه كده من جوه. هو عنده اربع الكترونات، ادي واحد اتنين تلاته وادي الرابع، يبقى عنده اول اوربيتال ده مليان على اخره ملناش علاقه بيه، الاوربيتال ده بقى هاف فيلد، والاوربيتال ده هاف فيلد نصه يعني مليان، فيبقى كده عندك كام اوربيتال نصهم مليان؟ ادي واحد وادي اتنين، يبقى هما تو اوربيتالز بس اللي نصهم مليان، فيبقى الاجابه 89 هي الاجابه بي. بعد كده نيجي لسؤال 90. في سؤال 90 بيقول لحضرتك the atomic number of the element in which its electronic configuration انتهت بال 3D2. معلش يا جماعه، هي لو انتهت بال 3D2 عايزين نعرف الاتوميك نمبر، ما هي طالما انتهت بال 3D2 يعني اللي قبليه كله مليان، يعني اللي قبل ال 3D كله مليان، يعني انت عندك ال 1S2 هيبقى مليان، وال 2S2 وال 2P6 وال 3S2 وال 3P6 وال 4S2 وبعدين ال 3D يبقى فيها 2، يعني كل دول عشان نوصل لل 3D2 لازم اللي قبليه كله يبقى مليان. يبقى هتجمع بقى 2 و2 4 و6 يبقى 10 و2 12 و6 18 و2 20 و2 يبقى 22، يبقى الاتوميك نمبر ب 22. كل دي اسئله مش هتلاقي اجابتها في الملزمه او اللي اجابتها في كتاب المدرسه، انت هتلاقي اجابتها في الفهم بتاع السؤال او في الفهم بتاع الدرس اللي انت فهمته، فبالتالي تعرف تجاوب من هذا المنطلق، ما تنتظرش ان الكتاب هو اللي يحل بعد اذنك، لازم دماغك هي اللي هتحل. طيب نيجي بعد كده لسؤال 91. في 91 بيقول لحضرتك electronic configuration of oxygen O8 in ground state according to Hund. لما يقول لك according to Hund تعرف ان انت هتستخدم بقى موضوع ال PX وال PY وال PZ زي ما قلت لحضراتكم في البداية. طيب هو اولا بس الاكسجين انت لو جيت توزعه عادي جدا زي البني ادمين الطبيعيين، ادي الاكسجين O8 هيتوزع 1S2 2S2 و2P4، دي التوزيعة العادية. انما بقى انت لو جيت ترسم اصلا الاكسجين هتلاقي البي اللي في الاخر دي متوزع فيها اربع الكترونات، واحد اتنين تلاته اربعه، فلو افترضنا مع بعض ان ده البي اكس
وده البي واي وده البي زد عشان نعرف الاكسجين طبقا لكلام هوندا توزع ازاي. فتلاقي ان البي اكس فيها 2 والبي واي هيبقى فيها 1 والبي زد برضو يبقى فيها 1 صح، ودي التوزيعه العاديه. وطبعا ال1 اس زي ما هي 2 وال2 اس زي ما هي 2، فبالتالي اول اجابه ما تنفعش، فيهاش بي اكس وبي واي وبي زد. تاني اجابه ما تنفعش، يا الثالثه يا الرابعه هي الصح، يا سي يا دي. طب انهي الاصح؟ طبعا سي هي الاجابه الصحيحه، لان هي اللي منطبقه على الكلام اللي احنا وزعناه في الاكسجين 8 طبقا لكلام هوند. 92 بيقول لك زنك سلفايد اللي هو زد ان اس was used in Rutherford experiment because هو الزنك سلفايد استخدم في تجربة راذرفورد ليه؟ قال لك it glow when gold atom hit it. لا هو ما بينورش لما الجولد يخبط فيه. الالفا بارتيكل كان جو ثرو ات. لا هو الالفا بارتيكل ما تعديش من الزنك سلفايد. it glow when alpha particle hit it. اهي دي بقى الاجابه المنطقيه، بينور لما الالفا بارتيكلز تخبط فيه، ودي الاجابه الصحيحه في سؤال 92. بعد كده نيجي لسؤال 93 بيقول لك when an electron is revolving in a stationary orbit، يعني في الاوربت بتاعه او في الاوربت الطبيعي او في الجراوند ستيت، يعني ايه اللي بيحصل؟ بيقول لحضرتك no energy is absorbed or emitted. الراجل لا بياخد energy ولا بيدي energy لحد ما انت تدي له energy. طيب نيجي بعد كده في 94 بيقول لك the value of n equal كام than 1، يعني describe the excited state of electron. مبدئيا هو الالكترون لو في مكانه الطبيعي ممكن يبعت في energy level الاولاني صح، انما لو excited هيطلع بقى الليفل الثاني الليفل الثالث الليفل الرابع whatever is. فالان في الاكسايتد ستيت لازم تبقى مور ذان 1، مستحيل تبقى 1، يعني لازم تبقى مور ذان 1 عشان الالكترون ينط الليفل اعلى ويبقى اكسايتد. 95 95 بيقول لحضرتك the quantum number that decides the size of an atom is called، اللي بيحدد حجم الاتوم هو مين؟ طبعا اللي بيحدد حجم الاتوم هو اللي بيعرفك عدد الانرجي ليفل، هي عندها انرجي ليفل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، فطبعا ده اللي بيحدد حجمها هو البرنسبل كوانتم نمبر. في 96 بيقول لك the total number of electron in the shell having n equal 6، لو ال n بتساوي 6 يبقى عدد الالكترونز التوتال اللي فيها بكام؟ طبعا احنا اتفقنا ان قانون 2n سكوير ما بيتطبقش غير لحد الليفل الرابع، يبقى بعد الرابع ما ينفعش اطبقه، يعني الليفل السادس ما ينفعش اطبق القانون ده خالص. فبالتالي بنعرف على طول ان عدد الالكترونز بيكون ب 32 طالما سعادتك ما تطبقش هذا القانون. 97 في 97 بيقول لحضرتك the invisibility the indivisibility يعني الانقسامات if an atom was first suggested by ال indivisibility الانقسامات بتاعت الاتوم. هل الاتوم اصلا حاجه بتنقسم؟ لا، هي الاتوم اصلا حاجه صغيره جدا ما بتنقسمش. مين اول واحد قال ان الاتوم حاجه صغيره جدا 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 وما بتنقسمش؟ طبعا هو كان دالتون. دالتون هو اول واحد قال انه الاتوم دي حاجه صغيره جدا وصعب ان انت تجزئها لحاجات اصغر منها. 98 for a hydrogen atom if n equal 1، لو ال n بتساوي 1 then the energy state of the electron is known as، لو ال n بتساوي 1 يعني الالكترون قاعد في الليفل الاول، يبقى ساعتها الالكترون دي او الاتوم دي معروفه باسم الجراوند ولا الاكسايتد ولا الريليزد ولا نو رايت انسر. طبعا معروفه باسم الجراوند ستيت، نظرا لان الالكترون لو قاعد في الليفل الاول فهو قاعد في الليفل الطبيعي بتاعه، فبالتالي مش هينط الليفل اعلى، فعشان كده بيسموها الجراوند ستيت. ففي سؤال 98 الاجابه هتبقى الجراوند ستيت. بعدين سؤال 99 يقول لك when a hydrogen atom is in the lowest energy state its electron remain in، لو الهيدروجين اتوم في اقل حاجه للانرجي او في اقل كميه من الانرجي معاه اللي هو في حالته الطبيعيه يعني، ساعتها الالكترون هيبقى قاعد فين؟ طبعا الهيدروجين هي اتوميك اصلا نمبر 1، فلما بتوزعها تبقى 1s1، يعني الالكترون لو قاعد في مكانه الطبيعي هتلاقيه قاعد على طول في ال 1s اوربيتال، مش محتاجه ذكاء. فعشان كده سؤال 99 هتبقى الإجابة بتاعته الإجابة A. بعد كده نيجي للسؤال رقم 100 بيقول لحضرتك which of the following statement is true about the energy levels in an atom، عدد الـ energy levels في الأتوم مين في دول يعتبر صح؟ the energy of 1s orbital is equal to the 2s orbital. لا طبعا الـ energies بتاعتهم مش متساوية، الـ 1s ده لو جيت تحسبه 1 plus 0 وال2s لو حسبته هيبقى 2 بلس 0، اكيد ده التوتال بتاعه ب1 وده الانرجي بتاعته ب2، فده مش صح. اما بعد كده بالنسبه للثانيه the energy of 2s is less than ال 2p، ال 2s 2 بلس 0 يعني ب2 وهنا 2 بلس 1 يعني ب3، يبقى كده الانرجي بتاعت ال 2s اقل من الانرجي بتاعت ال 2p، فبالتالي اجابه بي هي الاجابه الصحيحه. سؤال 101 بيقول لحضرتك the quantum number tell us about the nature of electron، طبيعة الإلكترونز؟ لا،
هي بتعبر عن البوزيشن اوف الكترون، بتعبر عن مكان الالكترون، ومنها بقى ممكن تعرف الطبيعه، ومنها ممكن تعرف البوندنج، ولكن هي الكوانتم نمبرز بالظبط بتحدد مكان الالكترون. 102 بيقول لك فور ان ايكوال 4، لو الان بتساوي 4، ذا سبسيدري كوانتم نمبر ال سمول كان هاف فاليوز ايكوال كام؟ والله لو الانرجي ليفل بتساوي 4، لو انت عندك لك في الانرجي ليفل الرابع، فممكن عندك السب ليفلز اللي تكون موجوده يا اس يا بي يا دي يا اف، وطبعا ده ب 0 و1 و2 و3، فممكن تبقى ب 3 او ب 0 او ب A و B. طبعا A و B هي الاجابه الصح، لان هي مستحيل تبقى ب 4، مفيش اصلا ال بتساوي 4. سؤال 103 بيقول لحضرتك the orbitals of a higher energy level can be filled only after or only after all the orbitals of the lower energy are completely filled up. The statement known that المعروف ان انت بتملى الانرجي بتاعه السب ليفلز او الاوربيتالز القليله، وبعدين تملى الاوربيتالز الاعلى، وبعدين الاعلى، وبعدين الاعلى. ده طبعا القاعده اللي حطها عم اوف باو، ودي الطريقه بتاعه اوف باو. 104 بيقول لك ذا سكاترينج، التفرقات اللي حصلت of alpha particles due to the presence of A. طبعا التفرق اللي حصل او التشتت اللي حصل للالفا بارتيكلز اثناء تجربه راذرفورد كانت نتيجه وجود النيوكليوس اللي في نص الاتوم. ففي 104 الاجابه هتبقى دي. في 105 بيقول لحضرتك ذا الكترون از ايه، الالكترون ده عباره عن ايه؟ هل هو نيجاتيف تشارجد سبيتشز بس، حاجات نيجاتيف فقط؟ لا، ريفولف اراوند ذا نيوكليوس. نيوترال سبيتشز لا، انما هي جزيئات طبعا نيجاتيف وريفولف اراوند ذا نيوكليوس، فا اي وبي ار كوريكت. بعد كده سؤال 106 بيقول لحضرتك the nucleus of an atom is positively charged due to the presence of A. هي النيوكليوس تعتبر positive نتيجة وجود مين؟ طبعا النيوكليوس positive نتيجة وجود البروتونز اللي جواها، فعشان كده الإجابة الصح هي الإجابة B. في 107 the electronic configuration of copper Cu29، ولو تفتكر ده كان من السبيشال كيس، خلي بالك منه بوس ايدك، فكان طبعا ارجون 18 4s1 و3d10 اللي هي الإجابة A هي الإجابة الصحيحة. في 108 بيقول لحضرتك state whether the following statement is true or false، الحاجات دي صح او غلط. all the atom of any one element are identical، كل الاتومز بتاعت الاليمنت الواحد يعتبر identical، طبعا هي identical، طبعا ده طبقا للمنهج بتاعكم، ولكن طبعا لو سالك according للايزوتوب principle فطبعا الايزوتوب مش identical، لكن طبقا للمنهج بتاع حضراتكم هي identical مليون في المية. بعدين نيجي لسؤال 109 state whether the following statement is true or false. An atom of iron will have the same properties of atom of sulfur. هل الايرون زي السلفر؟ طبعا غلط، مستحيل. طبعا الاتوم بتاعت الايرون غير السلفر غير الاكسجين غير البوتاسيوم، كل واحده مختلفه عن الثانيه. 110 برضه true or false بيقول لك the 3d orbital get filled up before ال4s. طبعا تحسب الانرجيز، ال3d الانرجي بتاعتها 3 زائد 2 يعني ب5، دي الانرجي، انما بالنسبه لل 4s الانرجي بتاعتها ب4، فاكيد ال 3d مش هتتملي قبل ال 4s، العكس هو الصح، فبالتالي الاجابه في 110 تبقى الاجابه برضه فولس. 111 بيقول لحضرتك the maximum number of orbitals in the n equal 5، اقصى عدد الاوربيتال في n equal 5 according لهذا القانون n square بتساوي 25. لا طبعا هو هذا القانون ما بيتطبقش اصلا في الليفل الخامس، فبالتالي القانون ده مش هينفع اطبقه مع الليفل الخامس ولا عمر حتى الاوربيتالز هتبقى ب 25، فبالتالي في 111 الاجابه هتبقى فولس. 112 بيقول لحضرتك from the characteristic of the cathode rays that it، الكاثود رايز بتتميز بايه؟ الكاثود رايز تتميز ان هي positive charged، الكاثود رايز عمرها ما كانت positive، it's not affected by magnet، برضه الكاثود رايز بتتأثر بالماجنت، doesn't have the properties of the matter، لا طبعا عندها ما عندهاش ال properties of matter، has a thermal effect، طبعا عندها ال thermal effect مليون في المية. 113 بيقول لحضرتك في 113 مين rejected the concept of atom، مين رفض فكرة الاتوم؟ طبعا ديموكريتس كان مع فكرة الاتوم، ارسطو رفض فكرة الاتوم تماما، انما دالتون وتومسون برضو كانوا مع فكرة الاتوم. 114 بيقول لحضرتك the scientist that defined the atom as a solid dense sphere، مين اللي اعتبر ان الاتوم solid dense sphere؟ فطبعا اللي اعتبر solid dense sphere هو كان تومسون، هو اللي قال ان الاتوم كورة صلبة تماما. 115 بيقول لك الزنك سلفايد، حللنا السؤال ده قبل كده اعتقد، زنك سلفايد زاد الناس was used in Rutherford experiment because استخدموها في Rutherford because it glow when alpha particle hit it.
116 بيقول لك راذرفورد ريزمبل ذا اتوميك ستراكشر باي ذا. راذرفورد اعتبر ان الاتوميك ستراكشر يمثل الاستراكشر شبه الاستراكشر بتاع مين؟ طبعا شبه الاستراكشر بتاع السولار سيستم، ان في صن وبيلف حواليها بلانت زي ما في نيوكليوس وبيلف حواليها الالكترونز. 117 بيقول لحضرتك الفا بارتيكل ديفييت يعني تنحرف ان ذا اوبوزيت دايركشن وين ذي اكسبوز تو فاير ولا اير ولا ووتر ولا الكتريك وماجنتيك فيلد. طبعا الكتريك وماجنتيك فيلد انها تتاثر بالالكتريك فيلد ان هي بوزيتيفلي تشارج، فبالتالي هتتاثر بالالكتريك ماجنتيك فيلد. 118 بيقول لك ذا اي از ذا سامبلست بيور سبستنس، مين ابسط حاجه البيور سبستنس بالنسبه لك؟ السامبلست بيور سبستنس من وجهه نظر عم دالتون، طبعا من وجهه نظر عم بويل اسف، هي كانت الاليمنت. ففي 118 السامبلست بيور سبستنس ده تعريف الاليمنت. نيجي بعد كده ال 119 وين الكترون جامب فروم ان ل 1 من ان ب 1 لان ب 5، السؤال ده جه في امتحان السنه اللي فاتت، من ان ب 1 لان ب 5 then it will gain ايه؟ طبعا لو هينط من ان بواحد لان بخمسه ساعتها كده كده هو بينط من اي ليفل لاي ليفل تاني بياخد كوانتم، ما فيش حاجه اسمها بقى اربعه كوانتم وخمسه كوانتم وسته كوانتم والكلام ده كله، هي في الاول وفي الاخر اسمها الكوانتم. فعشان كده في 119 هيبقى ايه الاجابه الصحيحه. 120 بيقول لك the energy needed to transfer an electron from the first energy level to the second energy level، احنا عايزين ننطط الكترون من الليفل الاول للليفل التاني صح؟ هيحتاج energy that needed to transfer electron from the level التاني للليفل التالت، عشان نططه بقى من التاني للتالت، يبقى انت من الاول للتاني محتاج كل ده، انما من التاني للتالت محتاج الحبه دول، فاكيد الانرجي بتاعت من الاول للتاني هتبقى اكبر من الانرجي اللي محتاجها من التاني للتالت، فعشان كده نختار more than تبقى الاجابه الصحيحه اللي هي الاجابه C. 121 بيقول لك the region of space around the nucleus which has a possibility of finding electron according to the wave equation، طبعا هي الالكترون كلاود مليون في المية، طبقا للالكترون كلاود وطبقا للويف ايكويشن هو المكان اللي حوالين النيوكليوس اللي فيه possibility عالية انك تلاقي الالكترون، طبعا هي الالكترون كلاود. ف 121 الاجابة تبقى C. بعد كده في 122 بيقول لك all the following assumptions are from Bohr atomic model except، كل الحاجات الآتية كان طبقا من كلام بور ما عدا مين؟ النيوكليوس is positive charge ماشي، الالكترون in energy increase far from the nucleus صح، the position and the speed of electron cannot be determined، لا دي بقى اللي ما تنفعش لان هو قال ان انت تقدر تقيس الاثنين في نفس الوقت وده طبقا لكلام بور، هو بيقول لك كل دول طبقا لكلام بور except مين؟ في 123 بيقول لك when an electron return back رجع from a higher energy level to its original level it a، طبعا لما بيرجع من ليفل عالي لليفل الاصلي بتاعه بيلوز الكوانتم عشان يرجع للليفل الاصلي بتاعه، ففي 123 الاجابه تبقى A. بعدين 124 بور during its experiment used a device to determine the spectral line called، طبعا استخدم حاجه اسمها السبكتروسكوب. 125 بيقول لك بور اكسبلينز ذا سبكترال لاين اوف، طبعا استخدم فسر الهيدروجن سبكترم، الالوان بتاعه الهيدروجن. 126 وات از ذا نمبر اوف سب ليفل ان اوربيتال ان ذا انرجي ليفل ام، برضه حلينا سؤال شبه ده بالظبط، انرجي ليفل ام ادي كي ال ام، ففي الانرجي ليفل الام انت عندك اس وبي ودي، يبقى عندك 3 سب ليفلز وعدد الاوربيتالز، الاس فيها اوربيتال واحد، البي فيها ثلاثة، الدي فيها خمسة اوربيتالز، يبقى عدد الاوربيتالز هيبقى تسعة، فالإجابة الصح هتبقى الإجابة دي، هو عدد السب ليفل وعدد الاوربيتال ثلاثة وتسعة. 127 بيقول لك the maximum number of electron in the six energy level، في الانرجي ليفل رقم ستة أقصى عدد الإلكترونز بكام؟ طبعا من غير أي حسابات بيبقى ب 32، ده الليفل الخامس والسادس والسابع بيبقى كلهم ب 32 من غير أي حسابات. 128 بيقول لك any orbital is filled by، اي اوربيت بتملي طبعا باتنين الكترونز مليون في المية. 129 the number of orbitals n square in the fourth energy level equal، عدد الاوربيتالز اللي هو بيساوي n square في الليفل الرابع بيساوي كام؟ بيساوي طبعا 16 اوربيتال نظرا لان الليفل الرابع لان بتبقى باربعه، فيبقى 4 square يساوي 16 اوربيتال، وده كده اللي في الليفل الرابع. طيب نيجي بعد كده ل 130 بيقول لحضرتك the maximum value of ML for an electron in the fourth energy level، الانرجي ليفل الرابع اللي هو ده عنده S و P و D، فبيقول لك اقصى رقم لل ML، طبعا اقصى رقم لل ML يبقى في ال F sub level، وده بيبقى عنده الارقام من negative 3 لحد positive 3، يبقى اقصى رقم نشوفه هو ال positive 3، فعشان كده نختار ايه اللي هي positive 3.
بعدين بيقول له حياتك 113 131 اسف. The value of subsidiary quantum number for f sub level is ال subsidiary quantum number لل f sub level اللي هي ال L يعني بتاعت ال f sub level بتساوي كام؟ طبعا بتساوي 3 132. برضه حلينا واحد شبهه بالظبط. يقول لك which of the following choice show the location and the charge of proton in the atom. ده مختلف عنه، خلي بالك هو شبهه بس مختلف عنه. بيقول لك بيمثل عدد البروتونز او مكان البروتون. طبعا هي البروتون طول عمرها بوزيتيف، فعشان كده يعني هنختار يا سي يعني اختار دي. طيب المكان بتاعها بقى، هل هي present inside the nucleus؟ طبعا present inside the nucleus، فعشان كده سعادتك تختار الإجابة سي، إن هي البروتونز تبقى positive وموجودة جوه النيوكليوس. ف132 الإجابة فيها سي. نيجي ل133، بيقول لك الإلكترونيك configuration for oxygen O8 in the ground state طبقا لكلام هوند، برضه حليناها قبل كده، السؤال اللي موجود في كتاب المدرسة خلي بالكم منه، هيبقى الإجابة فيه سي. وبعدين في 134 بيقول لك the energy sub levels could have electron with ML من negative 1 ل positive 1. ممكن يبقى مين بقى؟ طبعا ال S مستحيل، ال P صح بس مش شرط تبقى only، ما هو ال D فيها negative 1 وفيها positive 1 وال F فيها negative 1 وفيها positive 1، فعشان كده لازم نختار ال P وال D وال F اللي هي الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. ففي 134 الإجابة هتبقى دي. بعدين 135، the atomic number of element in which its electronic configuration end by 3d2 انتهى بال 3d2، حلنا واحد شبهه بالظبط، كانت الإجابة فيه 22. وبعدين سؤال 136 بيقول حضرتك the lowest sub level in energy is filled by electron first، أقل sub level في الإنرجي بيتملي بالإلكترونز الأول. طبعا ده طبقا لكلام أوف باو اللي هو اللي رتب السب ليفلز من الصغير للكبير. 137 بيقول لك what is the number of single electrons found in chlorine Cl17؟ الكلورين سي ال 17 عنده كام سنجل الكترون؟ تعالى نوزعه. الكلورين 17 هيبقى 1s2 2s2 وبعدين 2p2 وبعدين 3s2 وبعدين 3p5. طبعا ده كومبليت وده كومبليت وده كومبليت وده كومبليت. تعالى على ده بقى، تعالى نوزع البي اللي فيه 5 الكترونات، ادي 1 2 3 4 5، عنده كام سنجل؟ هو سنجل واحد، فعشان كده سعادتك تختار ان هو عنده سنجل واحد بس اللي هي الاجابه دي. ففي 137 الاجابه دي عند حضرتك. نيجي ل 138، بيقول لحضرتك which atom could have the last electron with the following quantum number؟ مين الاتوم اللي عندها في اخر الكترون عندها الاربعه كوانتم نمبرز دول؟ طبعا ال n ب 3 ماشي، ال l ب 1 يعني ده 3p. طبعا لو فتحناه هتلاقي ان ال m l بنيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 يعني الالكترون موجود هنا، وبوستيف هاف يعني بيبص لفوق، يعني هو الكترون واحد بس وبيبص لفوق، فمين بقى اللي عنده اخر الكترون ده؟ تعالى نوزع. فبالتالي لو جيت توزع هتلاقي مثلا اول واحد الصوديوم Na11، فهيبقى 1s2 2s2 2p6 وبعدين 3s1، لا يبقى اخر الكترون مش في 3p، يبقى هو مش دي الاجابه الصحيحه. هتفضل تجرب تجرب لحد ما هيطلع لك ان الاجابه سي هي الاجابه الصح. ليه؟ اصل الالومنيوم اتوميك نمبر 13 لو وزعته هيبقى 283 دبل انرجي ليفل، طب لو بالسب ليفل هيبقى 1s2 2s2 و2p6 وبعدين 3s2 و3p1. يبقى فعلا ده اللي فيه 3p1 في الاخر، يبقى كده الاجابه هتبقى الالومنيوم هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده ل 139، يقول لحضرتك which of the following choice represents the quantum numbers of the last electron in vanadium؟ عايزين اخر الكترون في الفانادium. الفانادium لو جيت توزعه V23 ممكن نختصره بقى على طول بالارجون 18 4s2 و3d3، فعشان كده لو جيت تحسب اخر الكترون دخل فادي 1 2 3 ده اخر الكترون، يبقى ساعتها ال n هو في 3d، يبقى ال n بتاعته ب 3 وال L بتاعته ب 2 عشان هو في السب ليفل دي، وال M L طبعا نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2، فيبقى ال M L ب 0 وال M S بيبص لفوق يعني هتلاقيه بوزيتيف هاف، فعشان كده لازم سعادتك تختار الإجابة الصحيحة في 139 هتبقى الإجابة B اللي هي ب 3 و 2 و 0 وبوزيتيف هاف. 140 بيقول لك an atom of iron will have the same properties of atom of sulfur، طبعا حلينا نفس السؤال ده قبل كده، طبعا الإجابة false. 141
under normal condition of temperature and the pressure cathode rays can be generated from any gas. طبعا لا، هي بتتحد بتطلع تحت special conditions، فبالتالي في 141 الإجابة هتبقى false. 142 electrons fall inside the nucleus due to the attraction force. طبعا هي ما بتنجذبش للنيوكليوس نتيجة ان في force تانية اللي هي gravitational force او centripetal force تبعدها عن النيوكليوس. 143 the electron is only particle and don't have wave property. طبعا إجابة غلط تماما، هو particle وعنده wave property. 144 the gaps between the energy level increase as we go far from the nucleus. طبعا الإجابة false، the gaps بتقل. The determination of both speed and the location of electron practically is possible. لا طبعا هي impossible، فعشان كده في 145 هتلاقي الإجابة برضو false. 146 بيقول لك the electron which have n equal 8 و m l ب 0 is found inside the nucleus. فيش حاجة اسمها يا جماعة n ب 8، فبالتالي يبقى الإجابة false. 147 بيقول حضرتك the 4d sublevel is filled by 10 electrons maximum. هو أي d بيتملي ب 10 electrons، فال 4d بيتملي ب 10 electrons، إجابة صحيحة أكيد مليون في المية. بعدين عندك في 148 بيقول لك when the spin quantum number ms describe an electron rotate anti-clockwise، بيلف عكس عقارب الساعة، its value will be positive half. طبعا إجابة غلط مليون في المية، بتبقى negative half. 148 149 بيقول لك electron prefer to occupy an empty orbital before pairing in the same orbital. طبعا هو بيفضل الأول يملى الأوربيتالز الفاضية وبعدين يعمل pairing، يعني لو عندي orbital بالمنظر ده طبعا الالكترون هيفضل انه يقعد سنجل وبعدين سنجل وبعدين سنجل وبعدين يبقى يعمل pairing بقى، فبالتالي بيفضل طبعا يقعد سنجل وبعدين يبقى يعمل عملية pairing. 150 بيقول لك it's possible for two electrons in the same atom to have the same four quantum numbers. طبعا مستحيل، it's impossible، مستحيل تلاقي نفس الاربع ارقام. 151 بيقول لحضرتك the sub level 4s get filled up before L3D. طبعا ال 4S بيتملي قبل ال 3D، وبالتالي لو حسبت الانرجي هتطلع منطقية جدا، وال 4S فعلا بيتملي قبل L3D. نيجي بعد كده ال 152 بيقول لحضرتك the electron rotate in two opposite direction in a given orbital in order to increase the repulsion. لا، هي in order to decrease the repulsion. 153 وده آخر سؤال، بيقول لحضرتك in the first energy level you can find an electron it's ML positive 3. فأول energy level ينفع تلاقي ML positive 3؟ لا طبعا، ده هي ما فيهاش غير S، والS ده بزيرو، فبالتالي مستحيل تلاقي positive 3 دي، مستحيل، فبالتالي الإجابة تبقى false مليون في المية. وبكده نكون خلصنا مجموعة الأسئلة بتاعة chapter 1، وطبعا في الملزمة هتلاقي model answer موجودة عند حضرتك. وبكده بقى خلصنا حل المراجعة الأولى، وأتمنى يكون الفيديو كان مفيد على حضراتكم، وأهم حاجة تستعد كويس وتخلص الشابتر ده كويس عشان نراجع بقى شابتر 2 ونقفل المنهج على خير ونقفل المراجعة على خير، وتبتدي بقى تستعد للامتحانات وتبدأ الامتحانات، وإن شاء الله ربنا يكرمكم بإذن الله تعالى. أشوفكم على خير في فيديو جديد، إلى اللقاء.